يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وصباح جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا هدير. و يعني استمرارا إن احنا بشكل يومي ودائم بنتواصل مع حضراتكم وبنتكلم مع حضراتكم، احنا سعداء بصراحة بهذا الحوار المتبادل. النهاردة سؤالنا ربما مرتبط بكل، مش هقول مصري، بكل بني آدم على كوكب الأرض. الإحصاءات النهاردة بتقول إن أعداد الهاتف المحمول في تزايد، وإن الأعداد ربما زادت على أعداد أو على اشتراكات الدول. يعني أنت لو 100 مليون أنت ممكن تلاقي أكتر من 100 مليون مشترك، وده أمر طبيعي لأن الواحد فينا بيجيب خط وخطين وخلافه. النهاردة سؤالنا مرتبط بالموبايل اللي أحد المعلقين اللي كتبه يعني قال إن هو بقى جزء من أجزاء جسم الإنسان، يعني لفت نظر التعليق. لو موبايلك ضاع منك أول حاجة هتفكر فيها إيه؟ هل هتفكر في الصور؟ هل هتفكر في دائرة الأقرباء؟ هل هتفكر في التليفونات؟ هل هتفكر في فولدرات معينة؟ أعتقد يا هدير سؤال يعني كلنا ممكن نتعرض ليه، وكلنا بس أعتقد في حلول تكنولوجية لبعض المشاكل، لكن يبقى في دايرة برضو هي الأهم، هي عطلة. هو الأول كده بعد الشر علينا كلنا أن الموبايل يضيع، أعتقد أنه أول حاجة الواحد يفكر فيها لو تليفونه ضاع، لو رايح مع شغل أو رايح يقابل حد بالزبط. أنه يطمن الراجل ده أو الست اللي رايح يقابلها أنه جاي فعلا في معاده، لأنه الناس أول حاجة بتعملها ألو وصلت، أنت موجود في المكان، طب أنا جاي. ما اعتقدش ان دلوقتي حد بقى حافظ ارقام، فانا مش عارفه ممكن تتواصل ازاي مع الشخص ده. ممكن بقى عن طريق اي ابلكيشن تاني تقدر تتواصل معاه. طب هتتواصل بالابلكيشن ده ازاي؟ هتكلم مين عشان تتواصل؟ موبايل الحقيقه بقى ايدك ورجلك زي ما بيقولوا. ممكن كمان تحاول تطمن حد من اهلك لو معتاد ان هم يكلموك في وقت زي ده، علشان ما يلاقوش لو لقوا حد تاني بيرد عليهم، او لقوا اصلا التليفون مقفول. ناس كتير بتكون محتفظة بذكريات كتير على تليفونها، صور، أغاني، ومش كل الناس يعني عندها التعلم والتكنولوجي إنها تكون محتفظة بهذه الذكريات على مثلا يعني كارت ميموري علشان تنقل الحاجات دي على تليفون تاني بمجرد ما تقدر إنها تجيب تليفون تاني. هو كده كده بعض الشر، لأن دلوقتي محدش يستحمل إن تليفونه يضيع. أنت تعمل إيه؟ أنا فكرت في حاجة مهمة جدا، إن إحنا بقناش نحفظ أرقام. دي مشكلة كبيرة. احنا الموبايل خلانا كسلانين ان انا محفظش رقم اقرب حد ليه. يعني انا كلنا خلاص حفظنا الحاجات بالاسم خلافه. مين فينا حافظ ارقام الدايرة الاولى بتاعته؟ وطلعوا كده شوفوا كده النسبة دي هتطلع كم المجتمع، هتلاقيها قليلة جدا. وده خطر، ده خطر، لان انت في لحظه من اللحظات ممكن تتعرض انك تبقى في مكان مش بتاعك، محتاج رقم في محافظه مش بتاعتك، ما عندكش حد خالص، وموبايلك ضاع. اول حاجه هتعملها ايه؟ لازم تبقى حافظ رقمين او ثلاثه من الارقام اللي هي الدايره الاولى بتاعتك. صح. يعني على اي حال سؤالنا يعني في مساحة واسعة جدا من الكلام معاكم، ودي أجمل حاجة في الموضوع. وأعتقد إنه ناس كتير هتكون بالفعل اتعرضت لموقف زي ده، إن التليفون يضيع، تبقى يعني مسافر بقى، عملت إيه بقى لما تليفونك ضاع؟ هتلاقوا السؤال ده موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وإنستجرام، منتظرين إجابات حضراتكم على مدار الحلقة، نستعرضها معاكم النهاردة على مدار حلقة صباح الخير يا مصر. صباح الفل على حضراتكم. بنصبح عليكم مرة تانية، وخلونا برضو نصبح على زميلتنا لمياء حمدين، ونروح نتعرف منها على آخر أحوال الطرق والشوارع في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليكم مصطفى، صباح الخير عليك يا دير، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. وبسرعة قبل ما تنزلوا على أشغالكم ومدارسكم وجامعاتكم، تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ طبعا من القاهرة، بالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية إنما بسيطة أمام السيارات للي قادم من الجيزة واخد اتجاهه لمناطق وسط البلد. كمان في كثافات أخرى في الاتجاه المعاكس، وده بسبب زيادة أحمال للسيارات. في نفس الأمر المتجه لميدان التحرير ورايح على مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، كمان تظهر كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للدائري. أما نفق الأزهر يشهد ظهور تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا أو العكس. كمان بتظهر بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا لأحمد سعيد.
كمان بتظهر كثافات مروريه على طريق الاوتوستراد للقادم من مناطق حلوان ومتجه للمعادي والمقطم، وفي كثافات مروريه للمتجه من منتجه لمنطقه بين الجبلين وصولا ل 15 مايو، كمان في كثافات مروريه للمتجه لشارع عباس العقاد. ظهرت كمان كثافات على الدائري المرجل المتجه من نفق السلام واخد اتجاه الزراعي ومنه للاقاليم. بتظهر بعض الكثافات المرورية على الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم ومتجه للقاهرة عن طريق الزراعي، كمان نفس الأمر المتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنكمل جولتنا، انما في شوارع الجيزه في كثافات اعلى على طريق المحور القادم لميدان لبنان، وده طبعا بسبب اعمال توسعه الطريق وغلقه في بعض المناطق، والكثافات دي طبعا بتستمر لحد ميدان لبنان. اما المتجه لاكتوبر في سيوله مروريه كبيره هناك. لو رحنا محور صفت بيشهد كثافات مروريه وبتزيد كمان قبل اشاره جامعه القاهره. لو رحنا شارع الهرم بدات طبعا تظهر فيه كثافات مروريه، وده نتيجه التحويلات لغلق الشارع لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو. كمان بتظهر كثافات مرورية إنما متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية بسبب غلق ميدان سفنكس كليا بسبب أعمال إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بكوبري 15 مايو. كمان عاوزين ناخد بالنا من القادم من اكتوبر ان الطريق الدائري مغلق بسبب اعمال، او مغلق بالكامل بسبب اعمال توسعه عند المريوطيه، والحركه اجباري في نفق حازم حسن ومتجه طبعا لطريق محور 26 يوليو او محور رود الفرج، وده طبعا بسبب او سبب زحام كبير على محور 26 يوليو بيزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. هنروح للإسماعيلية، في شوارع الإسماعيلية هنلاقي فيه هناك سيولة مرورية كبيرة وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية، كمان طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية هناك ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على حركة المرور أبدا. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة لجنوب الصعيد هنكمل جولتنا، إنما في محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات إنما نسبية. هنمشي ونكمل ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، وفي كمان بعض الكثافات المرورية على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كمان كثافات نسبية، وفي كثافات يعني نسبية مكملة معانا على طريق مستشفى جامعة سوهاج، كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة وبتزيد طبعا مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت جولتنا المرورية، وناخد بالنا بس ان احنا نلتزم بالتعليمات المرورية، خصوصا ان الصبح بدري بتكون في شبورة ممكن تأثر على الرؤية الأفقية لينا، فبنحذر بس الناس تاخد بالها على الطرق علشان توصل بسلامة وبأمان. نرجع تاني لمصطفى وهدير نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا رب. شكرا لمي. نروح مع حضراتكم النهاردة، عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات نبدأ بيها اليوم مع حضراتكم، بالتأكيد موضوعات تهم حضراتكم، لكن خلونا نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح. يمكن أبرز هذه الأخبار الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة، وكمان استقبال سيادته لكريستل هيدمن المدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات. أيضا امبارح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود تعزيز احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، وعقد اجتماع موسع بشأن ضبط أسعار السلع، وأخبار تانية هنعرفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة. وجه سيادته بسرعة استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للدلتا الجديدة وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية. Thank you.
كمان امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كريستال هيدمان المدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات، وأكد الرئيس حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر. امبارح برضو اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سامح شكري وزير الخارجية، وخلال الاجتماع تم استعراض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. التقرير تضمن أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من 2021 وحتى 2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وده بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع بيأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سواء على المدى القصير أو المدى الطويل، وده في ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من موجات تضخمية صعبة. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع موسع بشأن ضبط أسعار السلع، وقال رئيس الوزراء إنه في هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة هيتم بعدها المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يغالف أسعارها أو يقوم بإخفائها عن المواطنين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد حفل تكريم الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة بعد حصوله على الميدالية الذهبية، فضلاً على تقييمه ضمن أفضل 5 فرق في مجال السلامة البيولوجية، وده بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية IGEM اللي أقيمت بمدينة باريس بفرنسا بمشاركة أكثر من 7000 طالب بيمثلوا 350 فريق بحثي لعدد 46 دولة على مستوى العالم. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، منها افتتاح مشروع تطوير سوق الناصرية بتكلفة وصلت 21 مليون جنيه في محافظة الأسكندرية، ومنها الانتهاء من 516 مشروع بالمرحلة الأولى لحياة كريمة في محافظة أسوان، ومنها أيضا انطلاق بطولة دوري كرة القدم الخماسية للمدارس الابتدائية في محافظة بورسعيد، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي تم فيها افتتاح مشروع تطوير سوق الناصرية بنطاق حي العمرية ثاني بتكلفة 21 مليون و300 ألف جنيه. المشروع بيأتي ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي وبإشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. في الغربية تم افتتاح المعرض السنوي للتقويم الميلادي واللوحات الزيتية 2023، واللي قام بإعداده التوجيه العام للتربية الفنية بمشاركة 10 إدارات فرعية في المحافظة. في أسوان تم الانتهاء من 516 مشروع تنموي بتكلفة 3.6 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحالياً بيتم العمل في 682 مشروع آخر بتكلفة تصل ل 17.8 مليار جنيه. في شمال سيناء أطلقت مديرية الأوقاف حملة لتنظيف أسطح المساجد وترميمها وإصلاح مزاريب تصاريف المياه استعداداً لفصل الشتاء. في الشرقية تم الانتهاء من زراعة أكثر من 25 ألف شجرة بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمجتمع المدني بهدف زيادة الرقعة الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري، وده ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. في المنوفية قام المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال بطريق ويسنر شبين الكوم المزدوج، واللي بيتم رصفه بتقنية FDR بإجمالي أطوال 13 كيلومتر وبنسبة تنفيذ 80%، ومن المفترض أنه يتم الانتهاء من المشروع في يناير اللي جاي.
في بورسعيد تم إطلاق بطولة دوري كرة القدم الخماسية للمدارس الابتدائية التابعة لإدارة بور فؤاد بمشاركة 8 مدارس. البطولة بتقام على صالة الألعاب الرياضية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمدينة بور فؤاد بمشاركة 60 طالب. في الوادي الجديد دشن مركز إبداع مصر الرقمية بمركز الخارجة أولى دوراته التدريبية، وقامت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد بجولة تفقدية داخل المركز للاطمئنان على سير العمل. في كفر الشيخ تم الإعلان عن وجود فرص لتنفيذ مشروعات شبك الصيد ومنتجات الألبان والأعلاف والآلات الزراعية لأهالي مراكز ومدن بلطيم والبرالوس ومطوبس بنسب تمويل 70% قرض ميسر بدون فوائد و30 منحة لا ترد. في قنا تم تكريم الطلبة المشاركين في مسابقة الرابط والبرمجة الدولية والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات اللي أقيمت مؤخراً في دولة الإمارات العربية. بصبح عليكم مرة تانية، وخلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفي كمان شبورة مستمرة ومكملة معانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 23 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 29، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 18 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. لو موبايلك ضاع هتعمل ايه؟ ده سؤال حلقتنا النهارده، موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، منتظرين اجابات حضراتكم، هنستعرضها معاكم طول الحلقه. اول حاجه هتفكر فيها اول ما تليفونك يضيع. خلينا ناخد اول تعليق صحيح. من سهام تصبح علينا وبتقول لو موبايلي ضاع هتصل من اي موبايل عليه، لاني حافظه رقمي من 25 سنه وحافظه ارقام ولادي وجوزي، وهو ده المفروض. احنا لسه كنا بنتكلم على مسألة ان واحد يكون حافظ ارقام، فكويس ما شاء الله انك حافظ الارقام. انا بنحييك يا مدام سهام. المهم انه لما تتصلي حد ابن حلال يرد ويرجع لك التليفون، ده المهم. لا، وده مهم جدا انك تبقى حافظ دايرة الارقام الاقرب ليك، ان دي حالة امرجنسي او حالة طارئة، فلازم ايه ما تفكرش، يعني شوف بقى زوجتك والدتك بناتك ولادك، اقرب دايرة ليك لازم تبقى حافظ ارقامهم بشكل او على الاقل كاتبهم في المحفظة. معنا ابتهال احمد بتقول هفكر في الارقام الكتير اللي عندي علشان كلنا دلوقتي ارقام شغل بتاعتنا وعلاقتنا كلها الموبايل. يا ابتهال، في حلول تكنولوجيه كتيره جدا ظهرت في القصه دي، كتير جدا، انك تعمل حساب وتحط الايميل بتاعك وتبقى حافظ الباسورد بتاعت الايميل، هيرجع لك الكلام ده. المشكله مش في دي، لا مشكله في ارقام ولا مشكله في صور، الكلام ده اتحل يا هدير. يعني مهمه جدا انه الناس كلها تاخد زي ما بيقولوا كده باك اب للتليفون، لانه ناس كتير اكل عيشها فأرقام التليفونات اللي موجودة على تليفونها، وحامل ميموريز، فطبعا ما تستحملش الموضوع يضيع يعني. بالظبط كده. طيب جيهان كمان من اسماعيليه بتصبح علينا وبتقول انا عن نفسي ضاع مني موبايلات كتير وما كنتش بزعل، لكن قريب فقدت موبايل عليه شغلي واصدقائي على الفيسبوك، وطبعا جوزي رجعهولي والحمد لله. صدقوني ضياع الموبايلات افضل من ضياع الاشياء، لانه بسببه ابتعدنا عن بعض واصبحنا ما أصبحناش يعني بيت واحد، كل واحد مع نفسه، والموبايل بقى أصبح لا شيء لا غنى عنه. بتصبح على مامتها وأختها وزوجها العزيز، وإحنا كمان بنصبح عليكي. ودي نقطة تانية خالص، إنه موضوع إنه التليفونات والسوشيال ميديا أخدت الناس من بعض وبقينا جوه البيوت كل واحد وشه في تليفونه طول الوقت ومش بنتكلم مع بعض، ودي حاجة مهمة. يمكن أيام الكورونا انتبهنا لده بشكل كبير يعني، لكن يعني ما يضيعش، ممكن نعمل وقت نكون بعيد عن التليفونات، نسيب التليفونات ونقعد مع بعض، لكن التليفون برضه ما يضيعش، ما نقدرش نستحمل ضياع التليفون برضه. بس والله ساعات ضياعه بيبقى يعني فايده زي ما جيهان قالت. نرمين هشام على مسؤوليتكم الكلام ده. لا هي بتتكلم في ان هو يعني وسائل التباعد، واحد دماغ شويه، وسائل التباعد الاجتماعي هي بتفرق الاسره، فهي بتقول يعني ان شاء الله يضيع، هي عايزه تقول كده. وجهه نظر. نرمين هشام بتقول لو الفون بتاعي ضاع اول حاجه هفكر فيها ان اروح اوقف الخط من الفرع. ده تفكير سليم يا نرمين. بعدها بفكر في الحاجات اللي عليه زي الصور والفيديوهات والحاجات اللي على الواتساب، الحاجات دي كلها بترجع زي ما قلنا بحلول تكنولوجيه. بعدين احاول اطمن اهلي واعرفهم
برافو عليكي، ترتيبك سليم جدا يا نرمين. لحد ما اوصل لهم لو انا في مكان بعيد عنهم، دول اهم حاجه بفكر فيها، انما باقي برامج السوشيال ميديا سهل ان انا ارجعها بالشات بتاعها. صح، شكرا جدا يا نرمين. طيب مصطفى عادل عنده راي تاني خالص بقى، بيقول لك انا ما ينفعش التليفون يضيع مني اصلا، لانه ببساطه زي احد اعضاء جسم الانسان. يا استاذ مصطفى انا بحييك والله. لا ينسى بالنسبه لي، ولو نسيت كل حاجه مش هنساه، وكمان ما حصلتش معايا ابدا غير وانا في مقتبل العمر ورجع لي بسرعه من سائق محترم بنحييه طبعا، بيصبح علينا وبيقول انه بيحب البرنامج من صغره من ايام ابتدائي، وكان بيبقى هين عليه ما يروحش المدرسه عشان يتفرج على صباح الخير يا مصر. يا سلام عليك. يعني احنا مبسوطين قوي ان انت بتتفرج على صباح الخير يا مصر، بس لازم تروح المدرسه. انا اسمي مصطفى برضه. بص يا سيدي، عبير سالم الغريب، بعد الصباح وخلافه اول حاجه هفكر فيها الميموري اللي عليه صور واغاني انا بحبها ومش هعرف ارجعها تاني. بنقول مره تانيه في حلول تكنولوجيه كتير، مش حل واحد. اسالوا عليها ازاي تعمل باك اب للداتا بتاعتك، للميموري، للميوزك، لارقام التليفونات. ده مفيش حل، ده في مليون حل. مش ده المهم، المهم الدايره اللي حواليك. احب اصبح على ست الحبايب، امي واختي وزوج اختي وربنا يحفظهم ليا، واحنا بنصبح عليهم برضو. واحب اصبح على كل لاعبي النادي الاهلي واهنيه على صداره الدوري المصري عن جداره وحصوله على العلامه الكامله، والجاي احسن ان شاء الله. شكرا لك يا عبير. طيب محمد خميس بيقول صباح الفل عليكم من البحيره، انا عن نفسي هدعي عليه يتسرق من تاني. يا ساتر، مش لاقي تليفون. عارف بيبقى في ناس احيانا تليفونها ما بيبطلش رن، أيه، وتليفونها طول الوقت جايب لها مصدر يعني ازعاج، يقول لك ان شاء الله يعني انت ما بتسكتش، التليفون ده ما بيسكتش، فيعني عايزه يتسرق تاني. صح كده. عندنا نفس الكلام. الاستاذ محمد عبد المقصود، اول حاجه هوقف الخط، المفروض اني اكون رابطه بالشركه عشان اللي يلاقيه ما يعرفش يفتحه. وبالمناسبه كمان في برامج وفي حلول تكنولوجيه تعرف تتتبع فيها موبايل، عارفه كده؟ طبعا طبعا طبعا، لو التليفون يعني حد فتحه وتم استخدامه، مش كانه بيتم بيعها يعني؟ ما بيبقاش المستخدم ده هو اللي اخذ التليفون يعني. صحيح، بس في حلول كتير مش حل واحد. صحيح. طيب استاذ حمدي من اسكندريه بيقول اول شيء هفكر فيه الارقام، وساعتها مش عارف هعمل ايه. عشان كده بنقول انه طول الوقت احنا يمكن جرايه بناخدش بالنا من الموضوع ده، بناخدش احتياطاتنا بان احنا يكون عندنا لازم يكون عندنا باك اب للتليفون الارقام اللي موجوده عليه، عشان لا قدر الله لما نقع في موقف زي ده نعرف نتصرف. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، لما تليفونك يضيع ايه اللي ممكن يحصل، تعمل ايه، اول حاجه هتفكر فيها ايه. ده سؤالنا، هتلاقوه موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، جاوبونا واحنا على مدار الحلقه هنستعرض اجاباتكم معانا على مدار حلقه صباح الخير يا مصر. دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. دلوقتي جه ميعادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، منها انطلاق اجتماع وزراء السياحة العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنها أيضا أن مكتبة الأسكندرية هتنظم النهاردة لقاء لمناقشة مكافحة العنف ضد المرأة، ومنها النهاردة زي ما كلنا عارفين في مباراة قوية جدا في دور النصف النهائي لكأس العالم ما بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الكرواتي، وعلى أساسها هيتحدد الفائز واللي هيخش بعد كده المباراة النهائية. تفصيل أكتر خلينا نعرفها في السياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعاليات اجتماع وزراء السياحة العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. بتأتي أهمية الاجتماع في ظل الحاجة لدعم قطاع السياحة في الدول العربية باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في ظل أزمات متواترة بتؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية اجتماع للخبراء بعنوان تكلفة العنف ضد المرأة، تحديات وآليات المواجهة. الاجتماع بيهدف لتسليط الضوء على التكلفة اللي بيتحملها المجتمع المصري والناتجة عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. النهاردة هتشهد سماء مصر والوطن العربي ذروة تساقط شهب التوأميات في منتصف الليل، ودي واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية.
بالنسبة لماتشات كأس العالم، النهاردة في مباراة قوية في إطار الدور نصف النهائي هتجمع بين الأرجنتين وكرواتيا الساعة 9 بالليل. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، إنما حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، والنهاردة كمان في شبورة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي. أهلا بيكي. وخلاص يعني قدامنا بالكتير قوي أسبوعين وينتهي فصل الخريف ونبتدي فلكيا في فصل الشتاء. يمكن ما كانش فيه تقلبات جوية عصرناها في يعني في فصل الخريف كبيرة، وما زلنا بنعيش أجواء لحد دلوقتي دافية شوية، فطمنينا عن التفاصيل. هل في استقرار؟ هل الأجواء الدافية دي مكملة معانا ولا ممكن نتعرض لمنخفضات جوية؟ بالفعل احنا لسه مكملين في الاجواء المستقره على مدار هذا الاسبوع، يمكن كمان لمطلع الاسبوع القادم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه. متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين ال 23 وال 24 درجه مئويه، لان اغلب مصادر الكتل الهوائيه بتتراوح ما بين الكتل الهوائيه الجنوبيه للكتل الهوائيه الشماليه الغربيه، فبنحس بارتفاع درجات الحراره خلال فترات النهار خاصه مع سطوع اشعه الشمس. اليوم بنتأثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، عشان كده احنا بنقول اليوم هيكون في فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق الموجودة في السواحل الشمالية للبلاد، ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط. بتمتد كمان فرص الأمطار لبعض المناطق الداخلية محافظات الوجه البحري وبعض المناطق من سيناء. قد تصل فرص الأمطار لبعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، لكن هي كلها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. نسبة الحدوث كمان ضعيفة جدا لا تتجاوز 30%. هنلاحظ الأمطار في مناطق والمناطق الأخرى لا، عشان كده احنا بنقول لسه مكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية. وكمان مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس هنحس بالدفء خلال فترة النهار والأجواء المعتدلة تماما على اغلب المناطق الشماليه، يمكن كمان المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد وجنوب سيناء اجواء حاره خلال فتره النهار، لكن مع الغياب التام لاشعه الشمس ودخول فترات الليل هنحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحراره خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. ده دايما ما بنقول في فرق كبير بين فتره النهار وفتره الليل بيتجاوز العشر درجات، والاجواء البارده على اغلب انحاء الجمهوريه خاصه زي ما بنقول في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. هيستمر معنا كمان تكون الشبوره المائيه خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره دي هتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق. مهم جدا ناخد بالنا من وجود الشبوره المائيه لانها بدات تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، بدات كثافتها تزيد، بدات تنخفض الرؤيه الافقيه معاها بشكل كبير، خاصه احنا داخلين على فصل الشتاء. كمان فصل الشتاء بيحصل حالات الضباب اللي بتؤدي لانخفاض وانعدام الرؤية الأفقية، عشان كده احنا دايما هننصح السادة المشاهدين ان احنا لازم نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، دايما قبل ما نخرج من البيت نعرف الحالة الجوية ايه ونبدأ نتعامل مع اي ظروف جوية مختلفة. مش عاوزين خلال الفترة دي نغير نوعية الملابس بشكل كبير عشان ما نصابش بنزلات البرد، لان احنا فترة النهار بنحس بالدفء، فترات الليل بنحس بالاجواء الباردة، فتغيير نوعية الملابس بشكل كبير ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فاحنا محافظين على ارتداء الملابس الشتوية، وطبعا لازم القيادة بهدوء تام مع وجود الشبورة. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ بالقاهرة العظمى فيها 23 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 23-13، اسكندرية 23-15، العالمين الجديدة 23-13، مطروح 24-14، دمياط 24-14، بورسعيد 23-14، إسماعيلية 24-10، السويس العظمى فيها 23 والصغرى 14، العريش 23-14، كاترين 18-5، طابة 23-14، حلايب 24-19، شلاتين 29-19،
شرم الشيخ 26-18، الغردقة 26-17. نروح للفيوم العظمى فيها 24 والصغرى 11، بني سويف 25-10، الوادي الجديد 26-8، أسيوط 24-10، سوهاج 25-9، قنا 26-12، الأقصر 27-13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 14. دي كانت حالة الجو النهاردة وكمان درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. ناخد بالنا من الطرق لأن يعني بقى في شبورة من متوسطة الكثيفة، نلتزم بالتعليمات المرورية، نحافظ على المسافة بيننا وبين العربيات التانية، وما نخففش لبسنا لأننا خلاص داخلين خلال أسبوعين على فصل الشتاء. نرجع مرة تانية لمصطفى وهدير نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا رب. شكرا يا لمي. نروح مع حضراتكم دلوقتي لمطروح، والحقيقة انه في اهتمام كبير بيحصل بقطاع الصحة في محافظة مطروح، وده ظاهر بالنسبة لنا من خلال المشروعات اللي بيتم تنفيذها في المحافظة، زي مسألة إحلال وتجديد 11 مستشفى ووحدة صحية وصلت تكلفة تجديدها ل 536 مليون جنيه، أيضا إنشاء مدارس للتمريض بمستشفى مطروح العام، ومجموعة أخرى من المشروعات هنتعرف عليها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. محافظة مطروح تشهد عملية إحلال وتجديد لعدد من المستشفيات والمنشآت الطبية، بلغ عددها 11 مستشفى ووحدة صحية بتكلفة 536.5 مليون جنيه. من أهم المستشفيات التي تم تطويرها ثلاث مستشفيات مركزية هي السلوم وبراني، بالإضافة إلى تجديد مستشفى النجيلة، وتم ضم الأولى والثانية للأمانة المتخصصة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستعداد لاستقبال المرضى من الدول الشقيقة المجاورة. كذلك تم إنشاء وحدتين صحيتين مع الامتداد السكاني هي المغرة وأبو ميلاد بتكلفة بلغت قيمتها 22 مليون جنيه، هذا إلى جانب تطوير واستحداث 17 مستشفى ووحدة ومنشأة صحية بتكلفة 285.5 مليون جنيه. وضمن خطة التطوير لمنظومة الصحة بمحافظة مطروح تم إنشاء مدرسة للتمريض بمستشفى مطروح العام بدعم من محافظة مطروح، وذلك لتوفير الكوادر الطبية. وأيضاً تم تطعيم 187,558 مواطن ضد فيروس كورونا بالمحافظة. طب إيه هي المشروعات اللي بتتم في محافظة مطروح وإيه أثرها على المواطن المطروحي؟ خلينا نروح سريعاً للواء خالد شعيب محافظ مطروح نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير مع المحافظ. صباح الخير أستاذ مصطفى، وصباح الخير أستاذ هدير، وصباح الخير عليكم على كل المصريين وكل المشاهدين لبرنامج صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك يا فندم منورنا. وفي البداية خليني أسأل، الخطة بدأت إزاي؟ هل مبادرة حياة كريمة، هل وزارة الصحة، تدخلكم أنتوا كمحافظة من أجل تطوير هذه المحافظات؟ أنا شايف ميزانية كبيرة 536 مليون جنيه، عملنا إيه؟ ده بالفعل، ده طبعا يعني سيادتك اشرت اليه، ده تم خلال الثلاث سنوات الماضيه. وده طبعا يعني اهتمام القياده السياسيه والحكومه المصريه بالصحراء الغربيه ومطروح عموما، فكان من اولى اولويات اهتمام القياده هو المجال الصحي ورعايه الطبيه للمواطنين في مطروح. ويمكن زي ما سيادتك اشرت كده في التقرير بتاع سيادتك، فعلا يعني من خلال الاهتمام خلال الثلاث سنين اللي فاتت دول تم احلال وتجديد 11 منشاه طبيه، منهم انشاء جديد مستشفى مركزيه سلوم ومستشفى براني. وطبعا دي مستشفيات معموله على احدث طراز واحدث اجهزه من الفرش الطبي والفرش الاداري، ودي طبعا هتدعم كل الاتجاه الغربي عندنا في مطروح، مدن نجيله، براني، السلوم، بالاضافه انها تكون يعني تتلقى خدمة طبية لأهلينا وأشقائنا في ليبيا المغرب العربي. طبعا ضم مستشفيتين منهم اللي هي السلوم وبراني، دي انضمت للمراكز الطبية المتخصصة. وطبعا مستشفى النجيلة كلنا عارفينها، يمكن دي أول مستشفى قامت بتقديم رعاية وخدمة طبية لأثناء جائحة كورونا. أيوه.
وكانت مستشفى على مستوى يعني مصر كلها، ككل بيجي كان بطاقه جات فيها كانت البدايه فيها. حصل. ده بالاضافه ان احنا يعني تم تطوير 8 وحدات صحيه، يمكن منهم وحده النيجيريا البحريه في راس الحكمه، وحده فوكه في الضبعه، وحده ام الرخب وسيدي حنيش في مرسى مطروح، وحده الزويده في براني والظافر، وقريه وحده قريه سيدنا هود في مدينه الحمام. ده بالاضافه لاستحداث 2 وحدة صحية جديده في المغره وابو ميلاد، يمكن المحدتين دول كان تكلفتهم لوحدهم بحوالي 22 مليون جنيه. احنا فعلا طبعا كل هذا تم زي ما سيادتك اشرت بالتعاون مع وزاره الصحه ومع الجهود الذاتيه او الموارد الذاتيه من المحافظه ومع منظمات المجتمع المدني كمان كانت بتشتغل معانا احيانا في المستشفيات. طبعا وزاره الصحه مشكوره الفتره الاخيره ديت، يعني قامت بضخ معدات واجهزه طبيه حديثه بكل مستشفياتنا بدءا من العالمين حتى السلوم غربا وسيوه جنوبا. ده بالاضافه للقوافل الطبيه المجانيه اللي بتنطلق في كل مراكز المدن ومدن المحافظه الثمانيه. وده كل ده بيتم من خلال دعم وتمويل اعتقد سياده اللواء انه وزاره الصحه انه القوافل الطبيه دي خلت عندنا المعلومه الاحتياج موجود فين علشان نقدر ننشئ مستشفيات جديده، الضعف موجود فين فنقدر نجدد ونطور المستشفيات القديمه، وعليه كانت اسباب اختيار الاماكن اللي تم فيها الاحلال والتجديد واللي تم فيها الانشاء من جديد. ده حقيقي، واخيرا في توجيهات من القياده السياسيه بانشاء مستشفى عام جديد لمطروح، وفعلا تم اختيار الارض وجاري تخصيص الارض لهذا الغرض. الخطه الشكل العام لهذه المستشفى، الاقسام اللي المفروض تتوفر فيها، هل تم وضع خطه لهذه المستشفى؟ طبعا جت وزاره الصحه بكل اجهزتها وجم وعينوا المكان وشافوا عشان تتعمل مستشفى مطروح العام الجديد على طبقا للكود الطبي، علشان ان شاء الله احنا مطروح داخله المرحله الجايه دي على طول ان شاء الله في التامين الصحي الشامل. برضه الشيء بالشيء يذكر يعني احنا طبعا احنا عندنا مستشفى اورام متخصصه هنا. فان شاء الله برضه من ضمن ان احنا خلاص مطروح خصصت قطعه ارض وبلغنا وزاره الصحه لانشاء مستشفى للاورام وامراض السرطان. بالاضافه ان احنا برضه بنجهز وخصصنا عندنا مركز قلب بس طبعا بسيط صغير يعني. احنا دلوقتي بقى عندنا مركز قلب كبير والقسطره، وبرضه فعلا المحافظه خصصت قطعه ارض وان شاء الله جاي التخصيص بتاعها. فالحمد لله يعني الرعايه الطبيه في محافظه مطروح احنا بنهتم بيها جدا، بالاضافه ان احنا يعني مفيش حد من ابناء مطروح يطلب اي خدمه طبيه الا ويجدها على طول الحمد لله. طيب خطه التطوير، خطه تطوير القطاع الصحي اللي حضرتك ذكرتها دي، هل هي مشتمله على قرى حياه كريمه فقط ولا ممتده لكافه انحاء المحافظه؟ قرى حياه كريمه بيبقى فيها الوحدات الصحيه. واحنا بفضل الله ان شاء الله داخلين المرحله اللي جايه ديت في قرى حياه كريمه، عندنا 23 قريه جديده داخله في 7 مناطق يعني بيجمالي 30. يعني دي ميزانيه يا فندم ودي ميزانيه ثانيه. طبعا حياه كريمه دي احنا داخلين ان شاء الله المرحله ديت من خلال وزاره التنميه المحليه الوحده المركزيه لحياه كريمه. يعني زياده الخير خيرين زي ما بيقولوا. انت عارف ان مطروح طبعا شاسعه المساحه والمسافات بينها وبين القرى وبعضها. طبعا. فطبعا بتحتاج وحدات صحيه في القرى وفي الاماكن اللي هي بعيده في الصحراء، التوابع في الصحراء، فعشان كده بنعمل وحدات صحيه عشان يبقى اقرب ما يكون للمواطن. فكل قريه من القرى ان شاء الله داخل حياه كريمه، 23 قريه و7 مناطق مخطط فيهم انشاء وحدات صحيه باذن الله تعالى، يعني هتبقى في رعايه صحيه كامله وهنخش التامين الصحي الشامل باذن الله تعالى. صحيح. طيب سياده اللواء، هل في مستشفيات ما هيتم تخصيصها او تخصيص جزء فيها لاستقبال اهالينا من الدول الشقيقه؟ هل هيكون في تجهيزات خاصه بده؟ ده حقيقي، وتم انشاء مستشفى برلاني ومستشفى السلول المركزي على الحدود. يمكن مستشفى السلول دي بيكلف حوالي 200 مليون جنيه. مستشفى البراني بيكلف حوالي 166 مليون جنيه. طبعا دي مفروشه باحدث الفرش الطبي حقيقه، وتم ضمهم للمراكز الطبيه المتخصصه عشان نضمن وجود يعني اطباء متخصصين اكفاء وتمريض جيد، ودي طبعا هتساعد كل اهالينا في ليبيا وشمال افريقيا، لان كان بيجوا بيعدوا مثلا يخشوا على مطروح ويعدوا عشان يروحوا اسكندريه او يروحوا القاهره او الى اخره، هنا تبقى بالنسبه لهم تبقى خدمه اقرب ليهم واماكنهم يعني. عظيم.
طبعا انا بنتهز الفرصه دي من خلال حضراتكم، وان شاء الله نعيد القومي لمحافظه مطروح يوم الخميس القادم. كل سنه وحضراتكم بخير. فمن خلالكم كده بقول كل سنه وانتم طيبين لكل اهالينا في مصر وفي مطروح بهذه مناسبه العيد القومي لمحافظه مطروح، وده بيناسب انتصار ابناء مطروح في معركه وادي ماجد في 15 ديسمبر عام 1915 على الاحتلال الانجليزي في ذلك الوقت. فاحنا كل اهلنا كل سنه وهم طيبين جميعا، واهل مطروح دايما يعني الوطنيين ويحبوا بلادهم ووطنهم وجيشهم، وهم حراس البوابه الغربيه لمصر فعلا. بكل تاكيد احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ويعني بنحيي كل اهالينا في محافظه مطروح، وكل سنه وحضراتكم بخير، وكل سنه وحضرتك بخير سياده اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شكرا جزيلا على وجودك معنا. طيب. مستمرين مع حضراتكم في استعراض سؤال حلقه النهارده. أول حاجة بتفكر فيها إيه لو موبايلك ضاع؟ وربما أنا شايف تفاعل ناس كتير بتتكلم حوالين القصة. كنت ذكرت أنا وهدير واتكلمنا على قصة إن في حلول تكنولوجية صح؟ تقدر من خلالها إنك يعني ترجع الأرقام، ترجع الصور. كان زمان الموضوع ده صعب جدا طبعًا. على فكرة خلي بالك برضو يعني طبعًا. إيه لازم تدخل كابل داتا في الكمبيوتر وتسحب الحاجات لكن دلوقتي الحاجات أسهل. اظن في مشاركات جديده معظم الناس بتتكلم على انه بس في تعليق اول حلو. حاجه بفكر فيها اول ما تليفوني يضيع اني اطمن أهلي ان انا بخير، لانه الموضوع ده بيخد ناس كتير جدا انه ايه ده ايه اللي حصل. صحيح مدام نسمه رفعت بيصبح علينا وبيقول انه هيوقف القط على طول. مدام نسمه رفعت يعني تاخد جايزه احسن تعليق والله. زي الموبايل ما هو مفيد لكن ليه مساوئ أكتر أهمها أنه أصبح من وسائل التباعد الاجتماعي. 100 100. طيب عمرو كمان بيقول جريت على شركة الخط، رحت وطلعت شريحة تانية علشان أي أكاونت مربوط على الخط ده محدش يعرف يفتحه. مراد الزعيم بيقول رقم أمي لو ما اتصلتش بيها كل ساعة الدنيا تخرب من قلقها عليا. صباح الخير يا أمي الغالي. في ناس كتير طبعا بتقلق وبيبقى التليفون ده مصدر انه يطمنها طول الوقت. صحيح. محمد مهاود بيقول صباح الخير يا مصر وبتابعكم وهزعل جدا لو تليفوني ضاع. دينا الكيلاني بعد ما تزعل بقى هتعمل ايه؟ دينا الكيلاني اول حاجه لازم اخد بالي كويس، ما ينفعش ان يضيع مني لان في حاجات ما بنعرفش نعوضها تاني مهما استبدلنا التليفون ده. ربنا يستر. وسام بيقول اول حاجه هوقف الخط ودي اهم حاجه، وبعدها ربنا يعوض. ربنا يعوض علينا جميعا ان شاء الله. لا وطبعا في حد بيقول حسين المنشاوي اكيد جهاز التتبع في محاوله للعثور عليه وبعدين استخرج شريحه جديده، واكيد لازم اكون حافظ ارقام الناس المقربين ليا عشان الظروف، ودي اهم حاجه حسين قلناها دايما. احنا هنحفظ الارقام كلنا النهارده كده، كل واحد يحفظ له رقم او اتنين موجود على تليفونه. اكتبهم وحطهم على الاقل في، مش زمان كان في نوته كده صغننه كده كنا بنكتب فيها بخط صغير خلاص محدش بيكتب حاجه، محدش بيعمل حاجه دلوقتي. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الاخبار مع لميا. اتفضلي يا لميا. شكرا هدير. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصرية، أهلا بكم. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة ويعد تنفيذها أولوية للحكومة. وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية سامح شكري أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة جهود تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بما يتسق مع الدستور وتنفيذا للالتزامات الدولية. ووجه الرئيس السيسي الحكومة بتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وبمواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء. ودعا أيضا الرئيس السيسي لمواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن. أكد الرئيس السيسي حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي المديرة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات، والتي أكدت على أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة
في جميع المجالات ينعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر، وبما يشجع أورنج على التوسع في أنشطتها الاستثمارية وزيادة أيضا التعاون مع الحكومة المصرية في المشروعات القومية العملاقة. كما اطلع الرئيس السيسي على الجهود القائمة لتحويل مدينة المعرفة إلى منطقة اقتصادية حرة. تنطلق اليوم فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية الثانية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة. وعشية القمة أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة لن تحاول إجبار دول إفريقيا على دعم النهج الأمريكي تجاه أوكرانيا. وأضاف سوليفان أن واشنطن ستلتزم بتقديم 55 مليار دولار كاستثمارات في إفريقيا خلال 3 سنوات قادمة. تبحث الحكومة البريطانية ولجنة الاستجابة للطوارئ الوطنية خطة طوارئ للتعامل مع سلسلة إضرابات واسعة النطاق قد تبدأ اليوم. وأكدت الحكومة البريطانية أن الاجتماع سيبحث نشر الجيش لمواجهة تداعيات الاضطرابات أو الإضرابات، وذلك في ظل تصعيد النقابات العمالية، الخلاف بشأن زيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم الذي بلغ 10%. هذا وتتزايد المخاوف من أن تدخل بريطانيا في حالة من الشلل التام إذا نفذت القطاعات الحيوية الموجهة إضرابات هي الأكبر في تاريخ البلاد. تستضيف اليوم العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا لدعم أوكرانيا، يهدف أيضا المؤتمر لتلبية احتياجات أوكرانيا خلال الشتاء والمساهمة في إعمار أوكرانيا والاستثمار على المدى الطويل في إمكانات الاقتصاد الأوكراني. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم صوب ملعب لوسيل الذي يحتضن المواجهة الأولى من الدور نصف النهائي لكأس العالم بين الأرجنتين وكرواتيا. منتخب الأرجنتين نجح في الوصول إلى الدور قبل النهائي بعد تخطي عقبة هولندا في ربع النهائي في مباراة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما. أما كرواتيا فقد نجحت في التأهل الثاني على التوالي إلى نصف نهائي المونديال على حساب البرازيل، أبرز المرشحين لتحقيق اللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. يمكن أباء كتير وأمهات كتيرة بيحاولوا أنهم يكتشفوا إذا كان أطفالهم عندهم مشاكل في النطق ولا لا. يمكن ما يكتشفوش ده غير لما الطفل يبتدي يروح حضانة ويبتدي بعد كده يحسوا أنه هو متأخر شوية عن اللي حواليه، فيبتدوا يحاولوا يشوفوا المشكلة فين، ويبتدوا كمان يحاولوا يشوفوا إزاي نبتدي العلاج وإزاي نكون أسرع في طريق العلاج علشان ما نتأخرش. إزاي نكتشف ده وإزاي نكتشفه من بدري، لأنه أعتقد نص العلاج في ان احنا نكتشف بدري، وانه اكيد ده كمان بيفرق في الاستجابه للعلاج. خلونا نعرف اكتر من المتخصصين عن مساله تاخر الكلام عند الاطفال. بنرحب بالدكتوره منى الشيخ اللي منورانا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر، استاذ الطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور يا فندم. اهلا اهلا بك، منورانا يا دكتور. اهلا. ازاي الام او الاب ينتبه انه الطفل متاخر في الكلام، وهل ده بيفرق من ولد لبنت؟ المفروض اني اقارنه باللي حواليه ولا لا؟ لو هو ابتدى يدخل حضانه او اقارنه باخوه او اخته؟ هو فعلا دلوقتي مهم قوي فكره طفل بيتكلم ولا لا، بس قبل اما ادور على ان هو بيتكلم مهم اكون متاكده ان هو فهمني، متفاعل معايا حتى لو ما نطقش حاجه. فاول سنه من العمر بتاعت الطفل مهم ان الام تتفاعل معاه،
معلش فكره ان طول النهار ادي الموبايل لابني واسيبه عشان الحق اعمل حاجه تانية اشغله بان هو تابلت او تلفزيون واسيبه، دي بقت بتاثر جدا على نمو الكلام، وبرده مش المهم في الكلام قد ما مهم في التفاعل، التواصل بين الطفل وبين بيعبر قدرته في التعبير عن نفسه. بالزبط. يعني يا دكتور عشان كده اول سنه مهم، حتى لو اول سنه لسه ما بيكونش الطفل بدا يتكلم، بس على الاقل فكره انه يبدا يلاغي، مامته تبص له يبص لها، تلعب معاه يلعب معاها، ده معناه ان الطفل ماشي في النمو الطبيعي. عشان الاباء والامهات ما يقلقوش قوي من فكره طب هو كده متاخر او لا، لازم نتفق ان كل طفل ليه السرعه بتاعته، احنا يعني مش المفروض انه ايه ده متاخر عن ابن اختي او ابن خالته او القصه دي كلها، احنا لينا زي نقاط مرجعيه كده، المفروض ان الطفل على سن ما بين السنه لسنه ونص الطفل المتوسط الطبيعي يكون على الاقل بدا يقول كلمه، يعني جمله من كلمه واحده، بابا ماما باي مام، حتى لو مام بس في الاول وفي الاخر طالما بيقول كلمه واحده يبقى احنا كده ماشيين في المتوسط الطبيعي. من سنتين لثلاث سنين يبدا يقول جمله من كلمتين، عايز باي، اكل مام، اشرب ميه، اي حاجه من دول. بعد الثلاث سنين يبدا يقول جمله من ثلاث كلمات، ده المتوسط. ممكن يتاخر سنه أو يقدم سنة، دي حاجة رائعة، ولكن في الأول وفي الآخر لازم نكون عارفين إن طالما هو فهمنا يبقى الحمد لله ماشيين. المقلق دايما إن هو مش معانا. أي الفرق بقى ما بين قصة تأخر الكلام وقصة التوحد إيه؟ لأن في ناس بتخلط وفي ناس بتقول إن ده سبب على اللي ده، ممكن نميز؟ لأن القصة دي برضو مثار جدل يا دكتورة. هو فعلا يعني يمكن احد السمات الرئيسيه بتاعه الاطفال اللي عندهم توحد او ذاتويه هي فكره انه متاخرين في الكلام. فاحنا لازم نكون مفرقين الطفل اللي عنده توحد زي ما نسميها كده in his own bubble، في العالم بتاعه، مامته دخلت مامته خرجت هو مش هيبص عليها، مامته بتحاول تشيله مش هيربط انه كده معناها هي بتحاول تشيله فيرفع ايده. الفرق ما بين تأخر الكلام والتوحد، طفل التوحدي مش معانا، يعني مش فاهم أساسا إحنا بنعمل إيه، طول ما هو قاعد قدام التلفزيون أو قاعد لوحده في لعبة معينة الدنيا تضرب تقلب زي ما بنسميها، هو مش بيدور. لكن الطفل اللي متأخر في الكلام متابعنا حتى لو في تأخر مجرد في الكلام، كأننا بندور على حاجتين، لغة استقبالية، أنا فاهم إن مامتي بتقول تعالى حتى لو ما اتكلمتش بس تعالى هيجي. الطفل التوحدي لا مفيش خالص، مش هيجي، مفيش ادراك، معنى اللغه الاستقباليه نفسها مش موجوده. عشان نفرق دايما لغه استقباليه ولغه تعبيريه. تعبيريه ان انا ببدا اتكلم، ببدا اقول حتى لو الكلام مجرد كلمه او كلمتين، بس معناها ان انا ببدا اعبر. اهم حاجه بالنسبه لنا في السن الصغير ان الطفل بيستقبل صح، هات تعالى بابي مامي، القصة دي بدأ يتابع معانا. طيب يا دكتور أنا دلوقتي ابني أو بنتي وأنا مش عارفة الجنس بيفرق ولا لأ، لأنه إحنا عندنا موروثات كده برضو إن البنات لبلب في الكلام أسرع. بدري الولاد بيتأخروا شوية، ومعرفش الحقيقة العلمية، هل في حقيقة علمية لده ولا لأ. وصل ثلاث سنين وكل اللي حواليا بيقولوا لي ابنك أو بنتك متأخرين في الكلام، المفروض أعمل إيه؟ هو لو هتكلم وصل ثلاث سنين لا، يعني مش عايزه اقلق الامهات، بس ثلاث سنين ده سن متاخر، يعني يعني ما سيبوش يوصل لثلاث سنين، مش المفروض اسيبه يوصل لثلاث سنين. العلامه التحذيريه الاساسيه في اول سنه ان الطفل مش بيلاغي، مش ضروري الطفل اول سنه ما بيتكلمش، بس طول النهار باب باب الكلام ده اوريدي طلوع اصوات، طلوع الاصوات دي لوحدها حاجه ايجابيه اول سنه. هنطنش العلامة دي. لو الطفل لحد سن سنتين مفيش كلمة موظفة، يعني ممكن يكون على سن السنتين بابا ماما كده، لا لازم تكون على سن السنتين بابا واضحة لبابا، ماما واضحة لماما. لو على سن السنتين مفيش ولا كلمة موظفة، هنا بقى دي علامة تحذير واضحة ان احنا لازم نتدخل. وصلنا لثلاث سنين، ده طبعا سن قوي ان احنا نكون كل ده ما بنتكلمش. اول حاجه مهمه ان الام تبدا تقفل كل المؤثرات اللي ممكن تكون صاحبه الطفل ده، اللي هي ايه بقى؟ شاشات،
كل الشاشات تتقفل في التلفزيون، سواء تلفزيون تابلت موبايل، كل ده يتقفل، والأم تدي وقت مكثف للتعامل مع الطفل. بمعنى، وبرده مش هنضغط على المامهات في حاجة، هي اوريدي بتعمل حاجة في المطبخ، تجيبه معاها وتقعد تتكلم على هي بتعمله، بتروق مثلا الشقة، تجيبه معاها وتبدأ تروق. الطفل انه يقعد لوحده في بيئة منغلقة تماما ده غير مفضل على الإطلاق. طب حصل ومر 3 سنين وما نطقش الطفل، هنعمل ايه بقى؟ هنروح لمين؟ هنعالج ازاي؟ هنصنفه ايه؟ يعني الخطوات بقى السليمة. ثلاث سنين وما فيش كلام، أول حاجة مهمة ان الأم هتبدأ تتأكد انها اما بتنادي على الطفل بيبص عليها. لو بتنادي على الطفل بيبص بينتبه عليها للصوت، يبقى يعني بيتجه للصوت، منتبه لها، فاهم التعليمات حتى لو اللغة التعبيرية مش موجودة. يبقى أول حاجة هنبدأ نتجه لطبيب أمراض تخاطب أو أخصائي تخاطب عشان يساعدنا، بس إن هو بتمارين بسيطة يبدأ يتعلم الكلام. ودي بسيطة، دي الحمد لله بتبقى بسيطة طالما بيتفاعل. رقم 2 نزوله الحضانة، أو مش ضروري حضانة قوي بس نزوله حضانة أو التفاعل مع أطفال آخرين. ده مهم جدا جدا. فكأن لو وصلنا لثلاث سنين فيش كلام، رقم 1 هنستشير حد من أطباء التخاطب، رقم 2 هنبدأ ننزله حضانة أو أبدأ أرتب كل تجمعات العيلة اللي فيها أطفال أنا بحطه معاهم عشان يبدأ يلقطه، رقم 3 أما أتكلم مع الطفل لازم يبقى صوتي بطيء وواضح. أنا مش هقوله تعالى أعمل كذا، تعالى يلا نعمل كذا، كلمة واحدة، جيب الفرشة، فين الشوز، فين البنطلون، بس كلمة واضحة وصريحة وأتكلم مع الطفل كتير. لو في خلال شهرين 3 شهور لقينا الطفل بدأ يلقط معانا وبدأ ينتبه أكتر، يبقى خلاص إحنا ماشيين على الطريق الصح. لو ما كانش يبقى هنحتاج نرجع نتأكد تاني، هل سمع الطفل ده كويس؟ ما يكونش بيجيله أدوار برد كتير قوي وده عامل زي نوع من أنواع الالتهابات اللي ورا طبلة الأذن، فبالتالي الطفل ما بيسمعش كويس. في أطفال كتير جدا بيبقى من كثرة أدوار البرد المتكررة فيبقى في مية ورا طبلة الودن، تقريبا هي بتبقى زي نوع من أنواع الالتهابات، فيبقى الطفل كأنه سامع صوتنا تحت المية، يعني كأن حد تحت المية فسمعه للصوت بيبقى ضعيف. فلازم لو يعني في خلال 3 شهور 4 شهور بدأ يلقط معانا، اوكي يبقى احنا كده ماشيين صح. مجرد نزود التنبيه ليه والإثراء البيئي اللي حواليه. لقينا لا مش لاقط معانا، ابدأ اتأكد بقى السمع بتاعه كويس، ابدأ اتأكد التفاعل بتاعه مع اطفال تانيين كويس ولا لا، الاستجابة للأوامر للتعليمات هات وخد والكلام ده كله كويس ولا لا. لو ما كانش لازم هنلجأ بقى لطبيب أمراض نفسية متخصص نشوف طيب إذا في بعد شر توحد أو لا. الاكتشاف المبكر يا دكتور، وأنا مش عارفة المبكر يعني، إحنا بنتكلم كده في سن المبكر المفروض ما نعديش 1.5 سنة عشان نبقى بالزبط. مبكر لأي مدى بيساعد في الاستجابة إنه ابني يكون بعد كده طفل طبيعي زيه زي اللي اتكلم في وقته ده بيحصل؟ طبعا أهم حاجة الاكتشاف المبكر، وبرضو الاكتشاف المبكر عشان الأباء ما يقلقوش والمامهات ما تقلقش. الاكتشاف المبكر بمعنى أنها علامة تحذير نتدخل بس ما نقلقش. يعني يكون أن الأم تقفل الموبايل وتقفل التلفزيون وتتفاعل معاه وتبدأ تنزل تلعب معاه وبنتكلم مش ضروري لعب غالية ومش ضروري حاجات مزعجة، ده احنا بنتفق أن جيبي بس بطاطس وبصل وطماطم ونحطهم على أشياء تفاعلية أكثر من أي شيء. أي حاجة موجودة في البيت المهم هو علاقة ما بين الأم وابنها وتفاعل. فإحنا عشان أتفق لو كان كل ما السن يكون مبكر نتدخل، إحنا يعني التدخل المبكر بيمنع فكرة حتى إن بعد شر يكون مرض. يعني مجرد بس إثراء البيئة حوالين الطفل كتير جدا بيحسن من نمو الكلام لوحده. مشاكل التغذية هل هي ممكن تكون سبب رئيسي في تأخر النطق؟ لا للأمانة مشاكل التغذية كأن الطفل مش بياكل كويس هتأخر النمو التطور والنمو بتاع الطفل بشكل عام، ولكن عشان توصل مشكلة التغذية أنها تأثر على نمو الطفل يعني دي مشكلة في التغذية كبيرة قوي. أيوه. لكن لو هنتفق كحاجات عامة
كل ما الطفل في الأول هنأكد قوي على الخضار والفاكهة، بالذات الخضار الأخضر الغامق اللي هو كل الحاجات الخضروات الورقية الغامقة، البقدونس والكرفس والملوخية والسبانخ، كل الحاجات الأخضر الغامق فيها مضادات أكسدة عالية قوي، وبالتالي بتحسن من التفاعل بتاعت الأطفال. الأكل الصحي عامة كويس. المامهات كتير قوي، طب الحلويات اصلهم هايبر، اصل مش حدي حلويات، برضو ما بنمنعش الاطفال، ما بنحرمش ابدا، بس بحاول الاقي اكتر حاجه طبيعيه في الحلويات دي. مش هدور على شوكولاته مصنعه بقوه، لكن هدور على ايس كريم، ما هو في الاول وفي الاخر لبن وسائع. مش هدور على مثلا بسكوت قوي، لكن هدور على كيك، هدور على حلويات معقوله، مش هدور على شيبسيهات وحاجات مغلفه قد ما هنعمل فشار في البيت. كل ما نمشي على حاجات برضو في المجال بتاع اللي هي زي ما نسميها كده سناكس وحاجات طبيعيه، كل ما يكون احسن. طب دكتور، هل ممكن يكون في عرض نفسي او مشاكل نفسيه عند الطفل او عرض عضوي يسبب تأخر الكلام؟ لو تأكدنا الأول إن مفيش أي مشاكل في السمع والأذن، طبعاً إحنا لازم نتفق للأباء والأمهات الصغيرين لسه متجوزين وطفل صغير، الخلافات المنزلية من الحاجات المزعجة جداً اللي بتوتر الأطفال. يعني لو هستبعد فكرة يعني الطفل متفاعل وبيرد وبيستجيب، فأنا مستبعدة قصة إن الطفل يكون عنده الحمد لله توحد أو ذاتوية أو كده. إن الأم والأب طول النهار بيتخانقوا، إن في زعيق في البيت، إن في عصبية وحاجات بتتكسر وحاجات بتترمي، طبعا دي كلها من الحاجات اللي بتعمل الطفل نوع من أنواع القلق والتوتر، فالطفل بيقفل، زي ما نسميها بيقفل على نفسه خلاص. يعني هل بنتكلم إن الطفل سنة ونص سنتين ممكن يجيله قلق، ممكن يجيله اكتئاب؟ ممكن يحصل لو الخلافات الأسرية كتير، لو هو الطفل بيشوف طول النهار عنف وخناق وتوتر، ده كله من الحاجات اللي بتخلي الطفل ينغلق على نفسه أكتر، يبطل يتفاعل. الاكتئاب عند الأطفال مرض موجود وليه سمات وليه حاجات، يعني في فصل اسمه الاكتئاب عند الأطفال؟ عند الأطفال بالضبط. في عند الأطفال الصغيرين أقل من الخمس سنين ممكن يحصل لو البيئة فيها زي ما نسميها كده نجلاكت أو إهمال شديد للطفل. رقم اثنين، خلافات أسرية كبيرة جدا، الطفل أحيانا بيدخل في اكتئاب. هل الطفل هيقول أنا مكتئب أو متضايق؟ أبدا، الطفل بيبدأ تصرفاته تبين أريافة جامدة جدا، تعلق شديد قوي في الأم يمسك فيها مش عايز يتساب خالص، صريخ على طول. وأما بنحسب أن الطفل تصرفاته مختلفة، مش متفاعل مع أي حاجة، طبيعة الأكل بتاعته بدأت تتغير، يبقى لازم دي كأنها علامات تحذير للأم. ليه سبب تغير السلوك؟ الطفل اللي بيبقى عنده مشاكل خوف أو قلق أو اكتئاب مش هيقول، هو هيبان بسلوكياته، فقد ما نقدر ناخد بالنا من البيئة المحيطة بتاعته. طيب أنا لو من البداية بنلاقي أمهات بتقرأ للبيبي لسه وهو في بطنه، ولما يتولدوا نبتدي بقى نحكي حواديت حتى ولو كانوا لسه مش فاهمينها، ده ممكن يساعدنا في مسألة الكلام أو لا؟ يعني ده شيء يعني بس كده إحنا تعودنا عليه إنه نحكي مع أولادنا ونحكي لهم. دي حاجة جميلة قوي، دي يعني يا ريت كل الناس تعمل كده. ان اول حاجه الام اللي هتبقى مركزه انها تقرا لاولادها حتى والطفل وهي حامل، بس مجرد ان الطفل ما هو جوه بطنها بس هو سامع صوت الضربات بتاعه القلب بتاعه الام، سامع نبره الصوت بتاعه الام، دي بتبقى موجوده. فاول حاجه بتديني انطباع، طب ما هو دي ام مهتمه، دي ام مركزه معاه، فلو هي مهتمه انها هتقرا له سواء وهي حامل او بعد ما الطفل اتولد، دي لوحدها معناها ان هي هتدي له وقت كفايه. لازم نتفق ان اول سنتين من العمر مهم ان الطفل يبقى عنده responsive care، يعني اللي بيرعاه منتبه له، طفل عايز حد أثق فيه حتى وهو عمره سنتين. أثق فيه يعني أنا ما تسبتش جعان، أنا ما تسبتش ما غيرتش البامبرز، إن في حد مركز معايا. فطبعا طبعا طبعا ياريت لو هنقرأ للطفل نغمة الصوت بتاعت الأم وهي بتتكلم بهدوء، ده لوحده مطمئن للطفل، فطبعا ياريت ده كويس جدا. هل هيحسن نمو الكلام؟ طبعا هيحسن نمو الكلام، ان هو بطبيعه الحال هيخلي الطفل مطمئن اكتر. ايه هي الوسائل او الطرق
اللي المفروض الأب والأم يلتزموا بيها علشان يشجعوا تطوير كلام الأطفال في البيت؟ أول حاجة ما ننشغلش عنهم، ده رقم واحد. نسيب الموبايلات، نسيب الموبايلات، وسائل التباعد الاجتماعي. نعم، وسائل التباعد الاجتماعي نبعد عنها. بالظبط، وسائل التباعد الاجتماعي بالظبط، هو فعلا لازم يكون اسمها كده. ندخل البيت خلاص، احنا مش ضروري برضو عشان ما نبقاش ضاغطين على الاباء او الامهات كتير، مش ضروري كميه الوقت، بس مهم قوي جوده ونوعيه الكواليتي. كواليتي تايم بالظبط. فانا رقم واحد هندخل البيت، الام والاب قد ما نقدر. طبعا المجتمع فيه خلافات، طبعا ضغوط شديده جدا، بس المهم ان احنا هنتعايش عشان بقى فيه اطفال. ففكره الخلاف قدام الاطفال غير مسموحه تماما. فكره حتى مهما كان الخلاف يتحل بعيدا عن ان الاطفال يلقطوا. ده رقم اتنين، جوده الوقت مع الطفل ده مع الاب، مش ضروري وقت طويل، بس النص ساعه الساعه اللي هتقعدها معاه العب معاه، نتكلم ونتكلم حاجات بسيطة بأي حاجة موجودة في البيت. لا محتاجين لعب غالية ولا محتاجين حاجات مش متوفرة، ده مجرد لو طلعنا طبق وكوباية وشوكة ومعلقة وقعدنا نتكلم عليهم، بنلعب بيهم اللعبة القديمة بتاعت اللي احنا كنا دايما مجرد ده تفاعل، زغزغة الطفل، ادي البيضة وادي اللي اكلها، مجرد اللعب القديمة، مجرد حاجة فيها تفاعل، ده لوحده بالنسبه لنا يبقى رائع جدا. طب دكتور، ما بيجيلكيش اباء وامهات يقولوا لك الجيل ده صعب، احنا مش عارفين نتعامل مع الجيل ده، الجيل ده محتاج مثلا نوع من الاهتمام واحنا مشغولين وبنشتغل وورانا وورانا وورانا، واحنا مثلا ما تربيناش بالاسلوب ده وما كناش محتاجين النوع ده من الاهتمام، مش عارفين نفهمهم، مش عارفين نوصل لدماغهم. شايفه الجيل ده هو اللي صعب والاباء مش عارفين يتعاملوا معاهم والامهات، ولا احنا اللي مشغولين عنهم واحنا اللي غلطانين؟ شايفه العمليه ايه اللي ناقص؟ يعني في حاجه ناقصه بين الاباء والامهات؟ بقى في جاب عماله توسع ما بين الاباء والامهات، هقسمها ما بين الاطفال، يعني هقسمها لحاجتين. اول سنتين من العمر الطفل محتاج كير جيفر، مانح للرعايه. الكير جيفر دي الام، يبقى جميل جدا. ما كانش الام جدة، من يعني هقول للأم يعني استخدمي كل المساعدات الممكنة، أم، أب، خالات، أعمام، حتى لو مع تحفظي على فكرة إن إحنا مربية في البيت، بس لازم المربية برضو تبقى بتتكلم نفس اللغة قد ما نقدر، تبقى يعني يبقى لغة واحدة. ده يفرق جدا إيه؟ عشان بيأخر. أما حد بيقول مثلا على تفاحة، واحد هيقول تفاحة، التاني هيقول أبل، أو هيقول كلمة تانية، الطفل بيتلخبط جدا في الاول. عشان كده لو في طفل متاخر نوعا ما في الكلام شويه، مهم جدا ان احنا نوحد اللغه حتى للاباء. دي نقطه مهمه جدا يا دكتور منى اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي. ما هي حتى لو حد متجوز من جنسيه اخرى، هنتفقوا على لغه واحده في البيت ونتكلم عليها، لكن ما ينفعش يبقى بيسمع كذا لغه بالذات لو هو متاخر في الكلام. فاحنا هقول للام استخدمي كل المساعده الممكنه، مش مطلوب ان الام تبقى سوبر وومن، مش مطلوب ان الاب يبقى يعني مشغول على طول. هنقد ما نقدر الوقت اللي نديه للطفل يبقى وقت كويس. ادور اول سنتين ثلاثه من العمر على الجدات والخالات والاعمام، العيله زي ما كانت قبل كده. من بعد الخمس سنين والطفل دخل مدرسه، مهم قوي مامته في ظهره بتساعده، هو مجتمع جديد، بيئة مختلفة. عشان كتير قوي بيحصل ان المامهات بقى اوتوماتيك عادي، حضانة، هيدخل مدرسة، خلص الموضوع. بقينا بنلاقي كتير قوي اطفال من كثرة القلق والخوف اما بيروحوا مكان بيعتبروه مكان عدواني او مكان خايف منه، يبدا يحصل له خرس انتقائي. خرس انتقائي يعني ما بيتكلمش، يقعد اول 3 4 شهور في المدرسة ما بينطقش كلمة، راجع البيت هو فاهم كل حاجة، لكن هو لا يمكن يتكلم في مكان هو قلقان منه. عشان كده بنتكلم انه اول ما الولد يدخل المدرسه او كي جي 1 كي جي 2 مش معناها خلاص، معناها يعني الام تبقى مساعده نوعا ما. ومش بتكلم على الام عشان هي مسؤوليتها بس، طبعا وجود الاب رائع، ولكن في الاول وفي الاخر الام هتعرف تفهم ابنها اكتر. ازاي افرق ان ابني عنده مشاكل حركيه في الفم وان عنده تاخر نطق في الكلام؟ حضرتك دكتوره اكيد بتجيلك حالات، بتعرفي تفرزي لا ده توحد، لا ده تاخر نطق، لا ده مشاكل حركيه في الفم؟ في هو المشاكل الحركيه في الفم، في اولاد بتتولد بيبقى في عندهم زي جزء
لاحم اللسان في الـ في الـ في الـ في الـ في الفك من تحت. بنسميها زي التونج تاي، او ان هو اللسان كانه مربوط. فاول علامه واضحه ان الطفل ما يقدرش يطلع لسانه لبره. بس عشان اكون صادقه برضو، عشان مامهات كتير بتعتمد على فكره اصل لسانه مربوط، لا دي حالات مش كتيره كده. نعم دي حالات مش كتيره، حالات مش كتير، واللي بتاثر عليه مخارج الحروف مش طلوع مش الكلام نفسه. فاحنا عشان نتفق الام ما تعتمدش لسانه مربوطه ما نبقى نعمل العمليه، لا ملهاش علاقه خالص. هو ساعتها مش هيعرف يطلع الحروف بتاعت الشفاء، لكن هيعرف يتكلم. دكتور انت شايفه ان احنا لسه ما عندناش ثقافه انه نتجه للمتخصص سواء دكتور تخاطب او طب نفسي فيما يخص الاطفال؟ لسه يعني بنستصعب الخطوه دي؟ مع ان في الفتره اللي فاتت بدا الموضوع يتحسن كتير. بقى عندنا الثقافه دي شويه. بالظبط بدات تتحسن، ولكن طبعا كل ما يكون يعني نسال يعني ما خاب من استشار زي ما بنسميها، قد ما نقدر نسال اكتر يبقى احسن. ولكن للامانه الكام سنه اللي فاتوا فعلا بقى في وعي اكتر للفكره دي، لان هل ابني ماشي صح او لا بقت المامهات كتير بتقول. طب وبناء عليه، عشان احنا يعني وقتنا قفل، عايز اعرف من حضرتك اول حاجه في سن كام بيحصل ايه؟ احنا قلنا سنه ايه، سنتين ايه، ثلاث سنين ايه، علشان نعيد التذكير للمشاهد. على سن السنه مهم جدا ان الطفل بيبص لمامته كويس، بيستجيب لاسمه، يعرف اما نشاور باي يشاور باي. على سن السنه لازم يعرف، حتى لو ما اتكلمش يشاور باي، وبيلاغي بابا ماما حتى لو ما قالش اي حاجه. سنتين، على سن السنتين لازم الطفل يكون على اسوأ تقدير بيتكلم جملة من كلمة واحدة، بابا ماما مام عربية حصان قطة أي حاجة. يعني لو هتكلم بقى بنمكية سنة، يعني على سن السنتين لو عنده في حدود ال 15 كلمة يبقى الحمد لله احنا ماشيين رائع. على سن الثلاث سنين لازم يكون بيعرف يقول جملة من كلمتين. ولو ما حصلش كده لازم تستشير طبيب. من سن السنتين دي علامة تحذيرية، نبدأ من بدري أحسن. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا دكتور منى الشيخ أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس. شكرا جزيلا يا راجل، نورتينا النهاردة. شكرا جزيلا يا فندم. على أي حال مشاهدينا الكرام، خلينا نروح لفصل قصير ونرجع نكمل فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا نشرتنا الرياضيه مع اخر اخبار بطوله كاس العالم 2022، والمدير الفني لمنتخب كرواتيا اللي اكد ان فريقه هيقدم كل حاجه عندهم عشان يفوزوا على منتخب الارجنتين في المواجهه اللي هتتلعب على استاد لوسيل النهارده الساعه 9 بالليل، وده في منافسات الدور نصف النهائي من بطوله كاس العالم. وقال زلاتكو داليتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه: هنواجه منتخب مليان بالشغف والحماس مع ميسي، هتكون مباراة مرهقة لأننا لعبنا مباراتين في أوقات إضافية، لكن الفوز على الأرجنتين في مباراة النهاردة هيكون أعظم انتصار في تاريخ كرواتيا. لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا استعرض رحلة منتخب بلاده في كأس العالم في النسختين الحالية والماضية، وعلق مودريتش على حسابه الشخصي على فيسبوك وقال: يا لها من رحلة، كرواتيا تخوض نصف نهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي. ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أكد أن اللعيبة هيعملوا كل حاجة عندهم علشان يسعدوا الجماهير. وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأرجنتين وكرواتيا: بنتوقع مباراة صعبة قدام خصم قوي، لازم نركز لأن كرواتيا فريق منظم بيلعبوا كمجموعة، وده معناه أن المباراة هتكون صعبة. وبخصوص ميسي قال سكالوني: ما كانش عندي مفاجأة من حماسه وقوته لأنه عارفه كويس، ودايما عليه انتقادات لأنه لاعب بيحب الانتصار وده أمر طبيعي جدا. منتخب الأرجنتين اختتم استعداداته للمباراة اللي هتتلعب النهاردة قدام كرواتيا في منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم. شهدت التدريبات الجماعية تألق الأسطورة ليونيل ميسي اللي ظهر في حالة فنية ومعنوية عالية جدا.
كمان اختتم منتخب كرواتيا استعداداته لمباراة الأرجنتين، وشهدت هي كمان التدريبات الجماعية وتألق النجم لوكا مودريتش اللي ظهر هو كمان في حالة فنية ومعنوية كمان عالية قوي. المهاجم المغربي يوسف النصيري نجم فريق إشبيلية حسم مصيره مع الفريق الإسباني بشكل نهائي. ونشرت صحيفة آس الإسبانية تصريح للنصيري أكد فيه استمراره مع إشبيلية حتى بعد تألقه اللافت في مونديال قطر. وقال النصيري في تصريحه اللي وجهه لمونشي المدير الرياضي لإشبيلية: لن أترك إشبيلية، أنت تعلم هذا. المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فران حذر منتخب بلاده من الشعور بالثقة الزايدة قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم قدام المغرب، وقال وصول المغرب لنصف نهائي البطولة ما كانش حظ أو صدفة، إحنا قدام مباراة صعبة جدا ومش سهلة. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر واستبعد ثنائي التحكيم الفرنسي كليمون توربين والحكم ستيفاني برابار من كأس العالم قطر 2022. وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على استبعاد الثنائي التحكيم المميز بسبب مسار المنتخب الفرنسي ووجوده في نصف النهائي. ده غير ان الاتحاد الدولي كمان استبعد الحكم الاسباني ماثيو لاهوز اللي ادار ربع نهائي كأس العالم بين الارجنتين وهولندا، وده بسبب حالة الجدل مع عدد من اللعيبة والتصريحات اللي هاجمته من لعيبة الأرجنتين وهولندا. نيمار دي سيلفا النجم البرازيلي كتب على حسابه على الانستجرام وقال: الحياة تجعلنا نمضي، وعلى أي حال علينا تجاوز ما حدث حتى لو كان الأمر مؤلم، كان الجرح يستغرق بعض الوقت للشفاء، فعلينا المضي قدما. وأشكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته، وأن أسمع منكم أننا قاتلنا وتقدمنا في كل شيء حتى النهاية، هذا يخفف القليل من ألمنا. تسببت إقالة المدرب تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل في تكهنات بخصوص المدرب اللي هيكون خلفته، حتى إن الظاهرة البرازيلية رونالدو كشف إن الاتحاد كرة القدم في البرازيل دخل في مفاوضات مع غوارديولا لتولي تدريب منتخب السامبا. ونروح من بطولة كأس العالم إلى قرعة دوري أبطال إفريقيا واللي أجريت امبارح في مقر الكاف بالقاهرة. وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 عن وقوع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني. كمان أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 عن وقوع الأهلي مع سان داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني في المجموعة الثانية. وكشفت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهات قوية في دور المجموعات، وأوقعت القرعة فريق فيوتشر وبيراميدز من مصر في مجموعة واحدة وهي المجموعة الثالثة. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع هدير ومصطفى. شكرا لك يا لميا. بالفعل الجميع بدأ يحبس أنفاسه استعدادا للنهائيات كأس العالم. بالفعل كلنا عارفين أن العد التنازلي بدأ. النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا، دخلنا خلاص المربع الذهبي. النهاردة في آخر مباريات الدور أو في أول مباريات الدور قبل النهائي في كأس العالم قطر 2022 هيكون في مباراة النهاردة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ما بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الكرواتي. كل واحد فيهم هيحاول يحجز مقعد. الفائز بطبيعة الحال هيلعب مع الفائز ما بين المغرب وفرنسا، وكل واحد فيهم يعني بيحشد أماله بشكل قوي جدا. ميسي بيستعد بشكل قوي جدا، كرواتيا ربما شفنا عملت ايه في المباريات اللي فاتت، لعبت بشكل قوي جدا مع البرازيل وقدرت تخرج منتخب البرازيل. كرواتيا زي ما المغرب بنقول ان هي كانت مفاجأة كأس العالم، كرواتيا ايضا كانت مفاجأة كأس العالم. هل يستطيع المنتخب الكرواتي ان هو يقصي ميسي ورفاقه من المونديال؟ اسئله كثيره جدا هتوجه بيها للناقد الرياضي
اسلام محمد اللي مشرفنا النهارده في استوديو. صباح الخير. صباح الخير عليك وصباح الخير عليك. صباح الفل يا اسلام، منورنا. برحب بيكوا وفخور ان انا موجود معاكم في القناه الاولى وفي البرنامج الاشهر في الوطن العربي. صباح الخير يا مصر. ان شاء الله نقدم كده وجبه كرويه دسمه. صباح المونديال عليكم. صباح الفل. صباح الفل. قولي بقى توقعاتك ايه لكرواتيا والارجنتين؟ شايف ان الارجنتين ممكن تصل للمره السادسه للنهائي، وام كرواتيا تواصل يعني مفاجاتها خلال كاس العالم ده، واحنا شايفين انه مفيش كتالوج من البدايه، في مفاجات مستمره لحد اخر ماتش، مفاجات مستمره للناس كلها. صحيح. بص، هي بالفعل زي ما انت ما قلت، هي نسخه المفاجات. يعني شفنا البدايه مع منتخب السعوديه امام المنتخب الارجنتيني. عايز اقول لك ان المنتخب السعودي يعني ذلل كل الفوارق، يعني ما بقيناش خلاص نشوف فوارق ما بين منتخبات اوروبا ومنتخبات اسيا، حتى المنتخبات الافريقيه فتح الباب للحلم، فتح الباب وفتح الطموح عند كل المنتخبات. يعني شفنا فرنسا امام تونس، شفنا يعني شفنا تونس كسر الهيبه زي ما بيقول، كسر الهيبه بتاعت طبعا المنتخبات. طبعا شفنا تونس بيكسب المنتخب الفرنسي بطل العالم، شفنا الارجنتين بتكسب المنتخب، شفنا السعوديه بتكسب المنتخب الارجنتيني. خلاص ما بقاش في فوارق ما بين كل المنتخبات. يعني طب قبل ما ندخل على التفاصيل يا اسلام، شايف انه المنتخبات العربيه في هذه النسخه تحديدا من كاس العالم تتحدث عن نفسها بشكل مختلف، اسباب ده ايه؟ صحيح. بصي، المنتخبات العربيه جماعها يعني باستثناء طبعا قطر الدوله المستضيفه اللي بقى لها حوالي 12 سنه تقريبا بيعدوا منتخب، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل شفنا تنظيم مبهر، يعني شفنا حاجه على اعلى مستوى تليق بالعرب. طبعا تليق بالعرب، واحنا قادرين. يعني ما فيش فرق ما بين اوروبا وما بين العرب. يعني احنا شفنا نسخه مونديال قطر 2022، ما فيش اي مشكله، الملاعب كلها ممتلئه، كل حاجه متاحه هناك. يعني زمايلنا موجودين هناك في قطر الحقيقه، اشادات كبيره جدا بالتنظيم. طبعا أي. في كل حاجه مصطفى، يعني خليني اقول لك ان هي بالفعل نسخه استثنائيه، ما بقاش في فوارق ما بين المنتخبات زي ما قلت لك. يعني الاول كانت منتخبات اسيا او منتخبات افريقيا بتلعب منتخبات اوروبا، كنا بنقول 80 20 للمنتخبات الاوروبيه، دلوقتي ما بقاش في الكلام ده، بنشوف المباريات ايكوال 50 50. شفنا زي ما قلت لك المنتخب التونسي بيفوز على منتخب فرنسا، حتى ولو ان المنتخب الفرنسي كان بيلعب بالصف الثالث او الصف الرابع، لان خلاص هو كان يعني متأهل. انت عايز تقول لي ان النهائي فعلا ممكن يبقى ما بين كرواتيا والمغرب وتبقى دي مفاجاه الدنيا طبعا كلها. طبعا ما فيش. يعني بص، احنا لو جينا اتكلمنا قبل المونديال، استحاله كنا هنقول كرواتيا والمغرب ايه انت بتهزر وبتاع. لا عندك البرازيل والارجنتين وفرنسا وانجلترا. صحيح. يعني احنا مصطفى بص، في البدايه لو جينا اتكلمنا قبل المونديال، كنا هنقول هنلاقي في المربع الذهبي البرازيل، اسبانيا، المانيا اللي هي مثلا طبعا المانيا اليابان غلبتها، المانيا اللي اليابان كسبتها وكسبت اسبانيا. خلي بالك المنتخب الاسباني كان ممكن يطلع من الدور الاول لو كانت كوستاريكا قدرت ان هي تفوز على المنتخب الالماني. يعني اللي خلى ان المنتخب الاسباني يستمر في البطوله حتى اطاح به المنتخب المغربي هو المنتخب الالماني اللي خرج من الدور الاول، اللي كان مفاجاه بالنسبه لينا احنا ككل، يعني في مصر وفي العالم تقريبا، ان منتخب بحجم المنتخب الالماني بالسكواد الكبير اللي معاه ده ان هو يودع بطوله كأس العالم. في منتخبات ودول تانية اشتغلت بطريقة نظامية واحترافية. صحيح. صنعت معجزات. أنا حزين يا هدير على المنتخب الياباني تحديدا. المنتخب الياباني تحديدا عمل كل حاجة في الكورة. يعني شفنا كمان المنتخب الكرواتي بيقدر يفوز على المنتخب الياباني بركلات الترجية. منتخب كرواتيا جاي من تحت، محدش حاسس بيه خالص يا مصطفى. يعني شفناه كده طالع، محدش حاسس بيه خالص، زي ما كان المنتخب الهولندي طالع محدش أيضا حاسس بيه، ولكن ما قدرش يكمل المنتخب الهولندي لان اصطدم بمنتخب قوي جدا يمتلك عناصر مميزه جدا. هنيجي للمنتخب طبعا الفرنسي، ولكن اللي انا عايز اقوله لك ان هي نسخه بالفعل استثنائيه غريبه بكل ما فيها، غريبه جدا من بدايتها حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، حتى مباريات نصف النهائي. يعني مين كان يقول ان المغرب أي. من ضمن الاربع منتخبات اللي هتكون في نصف النهائي، اول منتخب عربي وافريقي يصل بالفعل زي ما انت ما قلتي، ويا رب يصل النهائي. نتمناها طبعا، احنا كلنا نتمناها، لان سقف الطموح عالي خلاص. عارف اللي هو اللي انا عايز اقول لك، ان خلاص ما بقاش فيه، يعني قلنا في البدايه الفوارق كلها اتذللت، كل ما تعدي دور، كل ما الطموح سقف الطموح بيعلى، ولكن انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، نتمنى ان محدش يركز مع المنتخب المغربي ويسيبه مكمل زي ما هو مكمل.
يعني شايفين دلوقتي المنتخب، الجميع يتحدث عن المنتخب المغربي بالفعل، دفاع المنتخب المغربي هو الاقوى في هذه النسخه من كاس العالم يعني. صحيح. وعايز اقول لك ان يوسف بونو يعني الحديث يعني العالم كله بيتحدث عن بونو والعروض اللي بدات تقدم لبونو، فمين مش بيتكلم عن المغرب اللاعب يعني. يوسف النسيري، عايز اقول لك لاعب اشبيليا الاسباني اللي بالمناسبه هو خلاص هو هيجدد عقده مع نادي اشبيليا، عامل الحقيقه يعني كاس عالم مونديال استثنائي، هو مسجل هدفين ومرشح برضه خلي بالك ان هو ياخد من ضمن افضل اللاعبين اللي موجودين في المونديال، اقوى دفاع زي ما حضرتك قلتي. تخيل انت منتخب عربي، احنا برضه لازم ندي المنتخب المغربي حقه بغض النظر عن التصريحات اللي طلعت من وليد الركراكي ان المغرب بتمثل المغرب فقط، لا هي المغرب بتمثل العرب وبتمثل الافارقه وبتمثل طبعًا دول الشرق الاوسط بالفعل وبتمثل كمان يعني الدول المظلومه. يعني هو ده مش وقت الالتفات لهذه التصريحات صحيح. بكل تاكيد صحيح. مع حاله مش وقته خالص. مع حاله الحب اللي احنا شفناها من كل مواطن عربي وافريقي لدوله المغرب الشقيق، احنا ده وقت ان احنا نلتف مع المغرب صحيح. نشجع المغرب بكل ندعمهم. حب بالفعل. بكل تاكيد انا عايز اقول لك ان بجد بكل امانه والله، يعني انا نزلت الشارع، تعمدت ان انا انزل الشارع خلال مباريات منتخب المغرب تحديدا، عايز اقول لك يا مصطفى كاني منتخب مصر هو اللي بيلعب بكل تاكيد، مش منتخب المغرب خالص. مأديين بالفعل موسم استثنائي، نسخة استثنائية في كأس العالم، ما شفناش حد من اتحاد الكورة طلع نسب ان الفضل لنفسه، لا احنا عندنا هنا للاسف عندنا مشكله كبيره جدا، ان لما المنتخب المصري بيروح كأس الامم الافريقيه طبعًا. بيصعد بس بيتأهل، كله بيطلع بينسب الفضل ليه. طب خلينا نتمنى ان احنا نستفيد من ده. خلينا نحلل بقى المباراه تكتيكيا وكرويا، نقاط قوة المنتخب الكرواتي ايه اللي ممكن يراهن بيها قدام ميسي ورفاقه؟ لوكا مودريتش. الحقيقة منتخب الكرواتي يمتلك وسط ملعب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى حراسة المرمى اللي عايز أقولك على مستوى عالي جدا جدا، وصانعة الفارق، شفنا صانع الفارق حارس المرمى تحديدا قدام المنتخب الياباني، وشفناه في مباراة أيضا البرازيل قدر إن هو يصنع الفارق حارس المرمى. كان في صور موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لتاريخ اللقاءات ما بين ميسي وما بين مودريتش صحيح. ومن هم صغار يعني. صحيح. الحقيقة لوكا مودريتش يعني دايما بيصنع الفارق، يعني شوف اللاعب كل ما بيكبر كل ما بيحلو زي ما بنقول. لوكا مودريتش لمساته مبدعة، ممكن يصنع لك الفارق في أي وقت يا مصطفى، لو ما سجلش يقدر يصنع لك هدف. خط وسط المنتخب الكرواتي هو قوته بنسبة 85%، بالإضافة طبعا إلى حارس المرمى العملاق اللي دايما بيصنع الفارق للمنتخب الكرواتي الحقيقة. ميسي ورفاقه، الرفاق حائرون. ميسي احنا بنتكلم في ده يعني يمكن يكون اخر مونديال حقيقي يعني خلاص. انا ما بقولش المنتخب الارجنتيني، انا بقول ميسي بيحلم بصراحه. بص هو بيحلم، وعايز اقول لك احنا شعب عاطفي، احنا بنحلم معاه يعني، احنا زي ما بنتكلم عن المغرب طبعا، وزي ما احنا حيرانين في البطوله يعني احنا كل الناس بتعشق كريستيانو رونالدو طبعًا، لكن جينا عند المغرب طبعًا حب كريستيانو رونالدو كده يجي على جنب وبقينا طبعًا بنشجع المغرب، مش عايزين نتعاطف مع دموع كريستيانو رونالدو لكن ما نقدرش ما نشجعش غير المغرب طبعا. بص ده طبيعي، خاصه ان انت تخيلي ان المغرب بيفوز على البرتغال وبيفوز على اسبانيا، يعني ايه انتوا بتعملوا ايه ده؟ ايه انتوا في ايه؟ ايه يا جماعه يعني ايه الحلاوه دي؟ انا في حلم ولا في علم؟ ايه الحلاوه دي؟ تخيل لما منتخب عربي بيصعد اول مجموعته، يعني بص يعني انا عايز اقول لك، انا مهما اوصف لك الموقف نفسه هو موقف كبير جدا جدا، واشاده كبيره يستحق الجيل ده اللي موجود في المنتخب المغربي ان هم يتعمل لهم تمثيل. انا بس عايز اقول لك حاجه مهمه جدا انت جدا، انت واخد بالك ان احنا من اول حوار عايزين نخش في كرواتيا والارجنتين بس بنتكلم على المغرب، بس غصب عننا مش عارفين دي حاجه غصب عن المغرب ضمن 25 مليون دولار حتى الان. هنيجي بقى لكرواتيا، زي ما قلت لك مباراه كرواتيا والارجنتين مباراه كبيره جدا جدا جدا، المنتخب الارجنتيني طبعا وطموحات بقى التانجو الارجنتيني وميسي تحديدا بيحلم اكيد، وكل الارجنتينيين بيحلموا معاه ان هو حتى ينهي مشواره ببطوله كاس عالم. صور امبارح وتالقه في التدريبات ما بتقولش انه هيوصل، عامل حاله كبيره جدا خلي بالك، ومركزين جدا يا مصطفى، مركزين جدا بشكل كبير لان الارجنتين جاي يعني معظم المنتخبات، وركز في الجمله دي، معظم المنتخبات اللي بتخسر في بدايه مشوارها
قد تطوق بالبطوله في النهايه. أيوة يعني شفنا في النسخ ما طار طير وارتفع الا كما طار. صحيح وطع. شفنا في النسخ السابقه بعض المنتخبات الكبيره جدا تعثرت في اول لقاء في اللقاء الافتتاحي وقدرت ان هي تحرز اللقب، وكان ابرز مثال منتخب مثلا اسبانيا ومنتخب فرنسا. فعايز اقول لك ان هي نسخه مميزه جدا. المنتخب الارجنتيني بيحلم طبعا، احنا عاطفيين ولكن احنا بنتمنى طبعا ان المغرب تصل للنهائي وتاخد اللقب، ولكن مباراه هتكون صعبه. كرواتيا اقصت البرازيل، مش بعيد ابدا 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 ان هي تقصي ايضا الارجنتين، ولكن ميسي ورفاقه. توقعك ايه؟ ولو ان التوقعات انا شايف ان ده سؤال صعب اصلا. بصي في كاس النسخه كاس العالم ده التوقعات صعب. بصي اتوقع بنسبه كبيره جدا ان المنتخب الارجنتيني قادر ان هو يصل للنهائي، ولكن النهائي ليس له اي حسابات، خاصه لو المنتخب الفرنسي قدر ان هو يتاهل على حساب المنتخب المغربي، وبكل تاكيد احنا ما نتمناش ذلك يعني. وبكل تاكيد 2022 بدات هواها شرقيا وربما ينتهي بهوا شرقي برضه. صحيح ما احناش عارفين. لا. كل المعايير مش مفهومه بالفعل. مش هندخل السياسه في الرياضه، ولكن هو زي ما بيقولوا مود. صح يعني فاهم، 22 بدا بمود شرقي، فما نعرفش هل المود الشرقي ده هينتهي في ديسمبر جدا بكل ما زي ما بدا فيه. صحيح صحيح. نشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي اسلام محمد، شكرا جزيلا على وجودك معنا. انا اللي بشكر حضرتك وبشكرك وفخور ان انا كنت موجود معاكم النهارده، وصباح المونديال وصباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا يا اسلام. نروح مع حضراتكم دلوقتي لموجز لأهم وآخر الأخبار مع لميا. تفضلي يا لم. شكرا لك يا هدير. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة، ويعد تنفيذها أولوية للحكومة. وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية سامح شكري، أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة جهود تحسين المناخ العام للحقوق والحرية في مصر بما يتسق مع الدستور وتنفيذا للالتزامات الدولية. ووجه الرئيس السيسي الحكومة بتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وبمواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء. ودعا الرئيس السيسي لمواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن. وجه الرئيس السيسي بمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس السيسي بالإسراع في خطوات استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للمشروع وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، وبما يساعد أيضا على استيعاب معدلات التنمية وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية، ويدعم القطاع الأمن الغذائي، ويسهم أيضا في فتح آفاق التصدير وتوفير فرص العمل. تنطلق اليوم فعالية القمة الأمريكية الإفريقية الثانية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة. وعشية القمة أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة لن تحاول إجبار دول إفريقيا على دعم النهج الأمريكي تجاه أوكرانيا. وأضاف سوليفان أن واشنطن ستلتزم بتقديم 55 مليار دولار كاستثمارات في إفريقيا خلال 3 سنوات قادمة. تبحث الحكومة البريطانية ولجنة الاستجابة للطوارئ الوطنية خطط طوارئ للتعامل مع سلسلة إضرابات واسعة النطاق قد تبدأ اليوم. وأكدت الحكومة البريطانية أن الاجتماع سيبحث نشر الجيش لمواجهة تداعيات الإضرابات. يأتي ذلك في ظل تصعيد النقابات العمالية الخلافة بشأن زيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم الذي بلغ 10%.
هذا وتتزايد المخاوف من أن تدخل بريطانيا في حالة من الشلل التام إذا نفذت قطاعات حيوية موجة إضرابات هي الأكبر في تاريخ البلاد. تستضيف اليوم العاصمة الفرنسية باريس مؤتمراً دولياً لدعم أوكرانيا، يهدف المؤتمر لتلبية احتياجات أوكرانيا خلال الشتاء والمساهمة في إعمار أوكرانيا والاستثمار على المدى الطويل في إمكانات الاقتصاد الأوكراني. وتتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم صوب ملعب لوسيل الذي يحتضن المواجهة الأولى في الدور نصف النهائي لكأس العالم بين الأرجنتين وكرواتيا. منتخب الأرجنتين نجح في الوصول إلى الدور قبل النهائي بعد تخطي عقبة هولندا في ربع النهائي في مباراة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما. أما كرواتيا فقد نجحت في التأهل الثاني على التوالي إلى نصف نهائي المونديال على حساب البرازيل أبرز المرشحين لتحقيق اللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما. مشاهدينا نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. الدولة المصرية شغالة من فترة كبيرة على مسألة توطين صناعة الأدوية وتوفير كل الأدوية الحيوية خصوصا ولأول مرة ده بيتم في مصر، مسألة تصنيع الأدوية الخاصة بالأورام الحديثة زي يعني الأدوية الخاصة بعلاج السرطان وبالأخص أورام الثدي، وده ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الاستراتيجية الخاصة بتصنيع الدواء في مصر. بتنضم لنا دلوقتي على التليفون دكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكاديميا التابعة لوزارة الصحة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. لو تقولي لنا إيه هي الأدوية اللي هيتم تصنيعها في مصر؟ إزاي ابتدت الخطة؟ وإيه هي الاستراتيجية الخاصة بده؟ صباح الخير على حضرتك أستاذ هدي وعلى أستاذ مصطفى وعلى مشاهدينك الكرام. وحضرتك طبعا السؤال مهم جدا ان احنا يعني تنفيذا للتوجيهات ورؤية فخامة رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات الهامة مش بس الأدوية أي صناعة، ويمكن فخامته ابتدينا بالضبعة والكهرباء والعربيات، فاحنا برضو كصناع للدواء احنا النهاردة وصلنا لمرحلة ان احنا تقريبا 90% من احتياج مصر من الأدوية بنغطيه بالمحلي. ابتدينا ندور طب واحنا يعني مش عايزين نعمل الأدوية الكونفنشن العادية، لا طب يلا ايه اللي ناقصنا؟ وبصينا على الأصناف المستوردة وابتدينا فعلا نوطن هذه الصناعات. النهارده وطنا صناعة بعض الأورام، وطنا صناعة البايوسيمنر بايولوجيكال، وطنا صناعة أدوية منع الحمل كلها بأنواعها، ابتدينا نوطن كل الأدوية اللي هي فاتورة استيرادية عالية. هذا التوطين بينتج عنه ان احنا بنقلل الفاتوره الاستيراديه. بتستوعبي ولادنا اللي خريجين كليات العمليه والصيدله والعلوم اللي هم واخدين وبنعالج الناس اهم حاجه بالظبط. ما انا لسه هضيف لحضرتك. تاني حاجه ان انت بتوفر الدواء في وقته، يعني النهارده ما بنقعدش نستنى عقبال ما نجيب الدواء او بيبقى غالي، لا احنا بنوفر الدواء في وقته للعيان وفي نفس الوقت كمان بحوالي 50% من السعر، فانت بتقلل فاتوره الاستيراديه، بتوفر الدواء للعيان زي ما عليك قلت، بتعمل وده اهم طبعا سبب، وبتعلم ولادنا، بتقلل الفاتوره الاستيراديه، بتوطن. طيب. وجنب ده كمان بنصدر. انا متفق تمام مع حضرتك، ولكن يمكن ناس كتير مش عارفه او معاناش بعضها من قصه أدوية الأورام يا دكتورة، وربما قطاع كبير جدا من المصريين يعني شاف ده فقريب فحبيب وعارف يعني إيه دواء أورام بيجي من بره، قبل ده وبعد ده، وهل الأمر هيقتصر على أورام الثدي بس ولا كل أدوية الأورام؟ يعني اشرح لنا بس قضية أدوية الأورام عاملة إزاي، لأن ربما ناس كتير أو قطاع كبير مش عارف أهميتها إيه وغلاءها إيه وصعوبة الوصول إليها إيه يا دكتور بشكل بسيط يعني. حاضر يا فندم. هي أدوية الأورام فعلا من المجموعات الأدوية الهامة جدا، بتكلف المريض أعباء يعني بيكفينا معاناته من الألم والمرض، فاحنا ابتدينا نفكر نعمل مصنع لأدوية الأورام اللي في شكل حقن وأمبول وكمان في شكل أقراص.
الغرض منه ان احنا كل بروتوكولات العلاج الاورام هو حوالي 6 في مصر الكلاسيك دلوقتي، دول هنبتدي انتاجهم حوالي 76 مستحضر. بجانب ده بنعمل كمان الادويه العاليه القيمه، مش بس اورام الثدي، لا احنا عاملين خطتنا ننتج كل جميع ادويه الاورام اللي بتعالج جميع ادويه الاورام، سرطان الثدي، سرطان المسامه، سرطان القولون، كل الانواع يعني. فاحنا دي خطتنا، وان شاء الله في النص الاول من 23 هيبدا الانتاج اللي فعلا هيبقى موجود في السوق في لعلاج المرضى. طيب دكتور ألفت، ده انتاج مصري 100% ولا احنا عندنا شراكات مع جهات ما وهيتم الانتاج في مصر؟ انا عايزه اطمن هنا على الجوده، لانه صناعه الدواء دي صناعه استراتيجيه بتمس حياه الناس من الدرجه الاولى. احنا بنتكلم على ادويه اورام وغيره، وبنتكلم على انه احنا هننزل سعر المستورد للنص لكن هنحافظ على الجوده. طبعا لا، هو طبعا تصنيع محلي لكن بشراكه اجنبيه في نقل التكنولوجيا، يعني احنا تعاقدنا مع شركات عالميه كبيره جدا في امريكا وفي فرنسا، انه احنا بينقلوا لنا النو هاو، وابتدينا بيها بسرطان الثدي، بعد كده في بقيه انواع الاورام، فاحنا ناقلين التكنولوجيا بس التصنيع كله بايادي مصريه وكله تصنيع محلي. وبيتم تدريب الدكاتره الصغيرين على مساله ان احنا ننقل التكنولوجيا، لان دي نقطه مهمه جدا جدا في مساله توطين الصناعه. ده في بدايه كلامي قلت لحضرتك ان احنا بنعلم ولاد التخصصات الجديده، هم التدريب بيكون من الشركات، بنعلمهم كمان مع الخبرات الاجنبيه يا دكتور، صح؟ الشركات الاجنبيه، الا بنسفر ولادنا هناك في المراكز بتاعتهم، وكمان بييجوا بعد كده هم يتابعوا معانا خطوات الانتاج والتصنيع، وبياخدوا اول تشغيلات بنعملها بيحللوها بره ويطمنوا على الافكاسي بتاعت الدواء وتاثيره، وان هو فعلا مطابق للمواصفات العالميه. طيب دكتوره ألفت، احنا عارفين ان مصر دوله رائده دايما في صناعه الدواء، وسافرت أنا دول عربية وإفريقية كتير، وكنت فخور جدا إن الدواء المصري كان موجود هناك ورقم واحد. فرصتنا إيه بقى إن إحنا نكفي السوق المحلي من أدوية الأورام ويتم تصديرها؟ لأن أعتقد برضو إن المحيط اللي حوالينا متأثر برضو زينا بقصة أدوية الأورام اللي سعرها يعني أضعاف أضعاف الأدوية الأخرى. والله حضرتك احنا ما ابتدينا زي ما سالتونا استراتيجيات، احنا ابتدينا نفكر ان احنا مش بس نغطي احتياج مصر، لا وكمان نصدر، فاحنا جايبين خطوط انتاج بطاقات كبيره جدا هتغطي احتياج مصر، وكمان هيفيد منه كميات للتصدير للدول الافريقيه او دول العربيه، ودول كمان بعض البلاد ابتدت النهارده تراسلنا زي السي اي اس وامريكا الجنوبيه ان احنا فعلا هنصدر ليه. فاحنا عندنا طاقات، جبنا اعلى خطوط انتاج اوروبيه وبطاقات عاليه جدا، وعاملين المصنع بستاندر عالي جدا جدا طبقا لمعايير صناعه هذه النوع من الادويه، خوفا على اللي بيصنع، وكمان عشان نضمن سلامه المنتج الدهاني. فاحنا باذن الله يا دكتور يعني عندنا استراتيجي كده انه مصر تكون مركز اقليمي لمساله صناعه الادويه. ان شاء الله. وعايزه اقول لحضرتك ان احنا حاليا في لقاءات كتيره جدا مع ناس من بلاد عربيه ووزراء الصحه في بلاد كتير، النهارده بنلتقي بيهم وبنخطط وعاملين خطط ان احنا فعلا نصدر الادويه، لانه زي ما حضرتك قلتوا الدواء المصري مشهور ليه بالجوده والكفاءه العاليه. صحيح صحيح. سؤالي الاخير يا دكتوره، فاتورتنا الاستيراديه من الادويه المستورده كانت كام مليون دولار، ونقدر نوفر منها كام مليون دولار؟ والله حضرتك احنا النهارده زي ما قلت لحضراتكم احنا 90% من الادويه اللي بيحتاجها السوق المصري وفرناها، احنا النهارده تقريبا 4 مليار جنيه شهريا اللي كان بنغطيه، النهارده ان شاء الله هنوصل ل 100% من الاستيراد، الاستيراد بيمثل حوالي 12% او 10% دلوقتي، طبعا مع ارتفاع سعر الدولار ومع الظروف الاقتصاديه العالميه، احنا ان شاء الله بنهايه 24 بطمن حضراتكم انه هتبقى تقريبا 100% كل ادويتنا موجوده في مصر. يا رب يا رب. بنشكرك يا دكتوره ألفت غراب رئيس مجلس اداره شركه اكاديميا التابعه لوزاره الصحه، قالت لنا اخبار مفرحه ومهمه جدا جدا عن تطوير صناعة الدواء في مصر، اللي هي بتعد من أهم أعمدة
الصناعة المصرية. بكل تأكيد، ولما ابتدينا كمان بنبتدي بأدوية صعبة زي أدوية الأورام صعبة، حتى في هي مشكلتها في غلو أسعارها، يعني وغير متوفرة. الناس اللي عانت من حد في أسرتها من أمراض أورام عارفة يعني إيه دواء الأورام بكام، بتوصل العلبة منه الألفات. بكل تأكيد تكون متوفرة وبجودة عالية، ده مهم جدا خصوصا في أوقات صعبة زي اللي العالم كله بيعدي بيها، فنكون نمتلك الدواء ده شيء مهم جدا. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لصعيد مصر، وتحديدا من داخل قرى حياة كريمة اللي انطلقت يعني في كم قرية من قرى حياة كريمة، جولات جديدة لمسرح المواجهة والتجوال، واللي قدمت يعني عدد كده من العروض المسرحية في قنا والأقصر وأسوان بهدف تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالعروض المسرحية دي لكل شبر في أرض بلدنا الغالية. خلونا نعرف أكتر تفاصيل يعني عن هذه الجولات الجديدة اللي بتتم من الأستاذ محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح التجوال والمواجهة. صباح الخير على حضرتك. عايز أعرف يعني إيه مسرح التجوال والمواجهة؟ يعني أنتوا بتروحوا مثلا قصور الثقافة بتوصلوا للناس إزاي؟ ولا هو مسرح من اسمه تجوال يعني بتروحوا وسط القرى بتتواصلوا مع الناس إزاي؟ صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على الأستاذ مصطفى. يعني مسرح المواجهة والتجوال هو الاسم قايم على فلسفة المسرح، تابع للبيت الفني للمسرح، مسرح الاحترافي قايم على فلسفة هنا والآن. احنا عندنا محورين بنشتغل عليهم، المحور الأولاني هو تحقيق العدالة الثقافية، المحور الثاني هو مواجهة كل الأفكار الأصولية والراديكالية اللي بينجو عنها خطر على المجتمع ومناقشة الأزمات الآنية في مكانها. حضرتك طبعا عارفة ان التغطية الثقافية قبل كده كانت بتقتصر على المدن الكبرى او منطقة وسط البلد في الشأن الاحترافي، فمن 2018 بدأنا مشروع مسرح المواجهة والتجوال، غطينا لغاية دلوقتي في مرحلة حياة كريمة هذا المشروع المهم والقومي ومشروع القرن فعلا، حوالي 1200 قرية. المرحلة الثالثة اللي احنا موجودين فيها حاليا بنتكلم عن 250 قرية على مستوى 18 محافظة بسبع عروض مسرحية انطلقت من 17 سبتمبر اللي فات بشكل جديد وبرؤية جديدة مع تولي الأستاذ الدكتورة نيفين كيلاني وزارة الثقافة، وتولي الأستاذ المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح. المشروع قايم على فكرة الجزر المنعزلة اللي كانت الحكومة بتعاني منها، وطبقا لتوجيهات الرئيس مع قانون الخدمة المدنية الجديد اللي ظهر في 2016 فكرة التكامل والتعاون. فاحنا عندنا كان في مشكلة ان ازاي المنتج ده يروح، فبدأنا نتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عن طريق إدارة البرامج الثقافية، وكل الشكر والتحية والتقدير للدكتور أشرف زكي، للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأخ والزميل المخرج هشام عطوة مع توليه الهيئة العامة لأصول الثقافة، وزارة التنمية المحلية. هدفنا إن احنا نروح للناس نبدأ نخلق الدروع الثقافية. فين بقى؟ يعني قول لي إنكم رحتوا لنجعة أو قرية أو حتة بره الصندوق اللي احنا بنروحه، احنا دايما بنروح المدينه، بنروح عاصمه المحافظه. احنا ما رحنا، ما فيش، قول لي قريه احنا ما رحناهاش. كل قرى مصر احنا بنتكلم، مثلا اخر جوله اللي هي فيها عرض 101 عزل، ده اللي بيتكلم عن تضحيات الاطباء في مواجهه ازمه كورونا وتكاتف الدوله في الازمه دي. رحنا هنا، رحنا فيها خمس قرى، القرى اللي هي بتبقى محاطه في الجبال، القرى المنعزله خالص اللي فيها حياه كريمه. مشروع حياه كريمه ده مشروع مهم. أيوة. وانا عشان خاطر لفينا ورحنا وشفنا، بيبقى فيه انت بتدخل القريه، من اول ما تدخل القريه بتلاقي مشروع صرف صحي، بتلاقي وحده تكنولوجيه على اعلى مستوى، بتلاقي بريد، بتلاقي مدارس جديده، بتلاقي وحده صحيه. وانا ابن الريف المصري وعارف يعني ايه ان ما كانش فيها وحده صحيه. صحيح. لما كنت تعي زمان كنت بتركب مواصله 7 كيلو ولا 8 كيلو ولا 10 كيلو عشان تروح البندر، ومش هتلاقيها كمان.
فيعني المشروع ده برضه بيخليني ان انا اشوف الطرق الجديده اللي بتتعمل في مصر والبنيه التحتيه اللي موجوده هنا. في مبدا مهم جدا جدا جدا، والمبدا ده بترسخه الدوله المصريه، الاولى والاحق بالدعم. زمان ما كانش بيحصل ده، دلوقتي بيحصل ده، ده الاولى طيب والاحق عظيم بالدعم. دي نقطه مهمه جدا يا استاذ محمد، انتوا من خلال العروض بتاعتكم هل بتحاولوا توصلوا الرسائل دي للاطفال اللي بيشوفوكوا؟ لانه اسهل طريقه واقرب طريقه للقلوب هو الفن، انه توصلوا لهم ان انتوا بقيتوا متشافين، بقيتوا مسموعين، بقى في ناس بتهتم بيكوا، حياتكوا بقت مهمه، احنا جايين علشان نشوف نعرف انتوا نفسكوا في ايه، عايزين تعيشوا ازاي، باي طريقه الدوله بتسمعكوا. هل بتحاولوا توصلوا لهم الرسائل دي بطريقه اسهل ليهم؟ طبعا يا فندم، احنا عندنا مثلا، انا هقول لحضرتك از اكزامبل، مثال، انت بتروحي بالليله الكبيره البراند بتاع مسرح القاهره للعرايس، بتروحي بيها الاطفال القرى والنجوع بيشوفوا العروسه. انا عايز حضرتك ان انا يعني اقول لحضرتك الاطفال دي ما بتنامش. الحاجه الجميله ان بعد ما احنا بنمشي بيبداوا يعملوا الحاجات دي في المدارس وفي مراكز الشباب ويقلدوا. بتروحي بعروض للكبار بتناقشي كل ما يخص المواطن المصري من اول ما بيصحى من النوم، بتعرفيه يعني ايه تغيير اقتصادي، يعني ايه دعم، يعني ايه تكافل وكرامه، يعني ايه الخطر المحيط الاقليمي اللي موجود اللي بتعاني منه الدوله المصريه. بتفهمي كل ده عن طريق، ومش بشكل مباشر ولا بشكل فيه فرض ولا بشكل فيه اجبار، ما بين المتعه وما بين التسليه وما بين الرساله البسيطه اللي تقدر ان هي توعيه وتفهمه. طب احنا 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 عانينا كتير قوي من ان القرى المصريه يا استاذ محمد كانت منبر لتوليد افكار متطرفه وكانت بعيده عن النور. احنا نقدر يعني نطمن ان التنوير هيصل للقرى دي، وان الافكار الهدامه اللي احنا كنا بنعاني منها هنقدر نواجهها؟ انتوا سميتوها كده عشان كده مسرح المواجهه، يعني مواجهه، وطبعا مواجهه الافكار، وده المواجهه دي من 2016 دايما الحكومه المصريه والدوله المصريه كان دل على لسانها فكره المواجهه. اقول لحضرتك على حاجه، احنا بنشتغل بشكل منهجي جدا ومنطقي. يعني هقول لحضرتك، عرضنا في المحموديه جنب بيت حسن البنا، عرضنا في قريه الكحك اللي زهق في الفيوم اللي ظهر فيها تيار الشوقيين، عرضنا في اسيوط في قريه عاصم عبد الماجد اللي ظهر فيها. هو ده بقى، هو ده بقى، هو ده يا فندم، بشكل مدروس وبشكل علمي. بنلعب الحكايه بحب. بص هقول لحضرتك على حاجه، انا ابني عنده 9 سنين، ربنا يخليه لك، وعلى طول بقوله في كل حته، احنا عايزين نسيبه البلد دي يتعلم احسن ما احنا اتعلمنا، يتربى احسن ما احنا اتربينا، يتعالج احسن ما احنا اتعالجنا. مبدا التضحيه، لو كل واحد قال انا ايه اللي خدته دلوقتي، لا ما تدورش على ده، دور ان بكره ابنك يتعلم كويس، يتعالج كويس، يشوف حياه كويسه طبعا. مصر تليق بيه ويليق بيها. اي دوله او اي قوه عظمى عايزه تعمل طريق لازم تفكر في بكره، تفكر في بكره، تفكر ان هي تعمل احتياطي نقدي مهم جدا للدوله، ما تصرفوش على اكل وشرب وتدعم بيه جنيه، تدور على حاجات كتيره. احنا بنلعب الفن بنساند بيه الدوله، والدوله مفهومها كبير يا فندم، مش نظام حكم طبعا. الدوله طبعا مفهومها كبير، ودعوه لكل المواطنين في القرى، وبنتعاون طبعا المجتمع المدني دوره كبير معانا ان هو بيجيب لنا الطبقات الاكثر احتياجا عن طريق وزاره التضامن الاجتماعي اللي بنشوف كشوفات بتاعه التضامن بتاعه تكافل وكرامه. بنشتغل على برنامج 2 كفايه الازمه الكبيره اللي الدوله المصريه بتعاني منها. صحيح. كثر الخلفه، كثر الخلفه اللي بتاكل اي معدل نمو. احنا بنزيد بمعدل 2.5 مليون طفل كل سنه، عايزين يتعالجوا، عايزين مدارس. التحديات كبيره مش هتبقى ما بين يوم وليله. اللي فاكر ان في عصا سحريه تترمى على الارض هتتغير الحياه، لا، ده مشوار كبير 20-30 احنا شغالين عليها. دعوه للاعلام ان هو ينور على الحاجات دي، انزلوا بكاميراتكم، ومش بتكلم على الاعلام الحكومي، الاعلام الخاص، شوفوا الطرق، شوفوا الناس، اسمعوا منهم، لان في حاجه مضيئه للاهالي الريف المستحقين للدعم.
صحيح، نشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح التجوال والمواجهه. الايام دي بتشهد مدينه بور فؤاد انتشار لاعداد كبيره جدا من طائر الفلامينجو، وده مؤشر قوي على استعاده التوازن البيئي في المنطقه. ليه؟ لان طائر الفلامينجو دايما بيرتبط بالبيئات الصحيه اللي بتكون بيئات خاليه من التلوث، خالية من التأثيرات السلبية، بعيدة كل البعد عن المصادر الخاصة بتلويث الهواء. خلينا نتعرف على قصة طائر الفلامينجو، جه امتى لبور فؤاد وجولته عاملة ازاي؟ الدكتور أسامة الجبالي مدير مشروع الطيور الحوامة في وزارة البيئة بيصاحبنا عبر الهاتف. اهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير، صباح الخير عليكم جميعا. اهلا بحضرتك. خلينا ننطلق من اسباب انتشار الأعداد الكبيرة من طائر الفلامينجو في بور فؤاد. ليه؟ والسبب الرئيسي في وجودها في هذه المنطقة. طيب، طائر الفلامينجو مميز إن هو حجمه كبير نسبياً وأشكاله جميلة جداً، فبيعمل عامل جذب كبير. وخلينا نتكلم الأول على موقع مصر الجغرافي الفريد اللي بيربط بين قارات أوروبا وآسيا مع أفريقيا. وعندنا عدة مسارات للهجرة بيهاجر من خلالها أكثر من 500 مليون طائر كل سنة. منهم مسار هجرة البحر الأحمر، 500 مليون يا فندم، البحر المتوسط، انت قلت 500 مليون ونهر النيل، انت قلت 500 مليون يا دكتور؟ نعم، حضرتك قلت 500 مليون طائر. 500 مليون طائر تقريبا، في حدود 500 مليون طائر بيهاجروا عبر المسارات المختلفة لمصر. فمصر عشان موقعها الفريد وتعدد بيئاتها فهي عامل جذب. ده سنويا طبعا يا دكتور صح؟ نعم، ده سنويا. سنويا في السنه في موسم الهجره المختلف، نص مليار طائر. المواسم الرئيسيه الربيع والخريف، وبعدين في موسم كمان هجره الشتاء، الموسم الشتوي اللي احنا فيه حاليا دلوقتي. فبينتشر في الساحل الشمالي البيئات الرطبه اللي هي البحيرات الشماليه، عندنا بحيره المنزله وايدكو والبرولوس والملاحات، وكمان عندنا في مصر عده بحيرات زي بحيره قارون والبردويل، في أسوان بحيرة ناصر. فدي كلها عوامل جذب رئيسية البيئات الرطبة للتغذية. فعندنا مثلا بحيرة اللي هي الملاحة بتاعة بور فؤاد اللي هي بيتجمع عندها طائر الفلامينجو. دي مميزة بأن هي أولا منطقة فيها تنوع بيولوجي عالي جدا، نظرا لأن هي دي بمثابة يعني محمية طبيعية زي ما الناس بتقول يا دكتور لهذا الطائر. فيها بيئة الأراضي الرطبة وبيئات مختلفة، فبتتميز بأن هي بعيدة عن التلوث، بيئة صحية جدا. والطيور بتعتبر واحدة من أهم مؤشرات صحة النظم البيئية، يعني أنا بقيس صحة النظام البيئي بتنوع وجود الطيور فيه. فطائر الفلامينجو اترصد السنة دي بأعداد ملحوظة، أعداد كبيرة، يمكن ألافات، عدة ألافات. وهي في الحقيقة طائر مهاجر بيجي بيقضي الشتاء وبيعدي على مصر، سواء ممكن يكمل رحلته ناحية أفريقيا. مهاجر من أوروبا لأفريقيا مرورا بمصر يا دكتور؟ اتفضلي. مهاجر من اوروبا لافريقيا مرورا بمصر. اوروبا واسيا، بيجي من اوروبا واسيا، من جنوب اوروبا وشرق ووسط اوروبا كمان واسيا الى افريقيا. طب ليه في علاقه ما بين وجود طائر الفلامينجو وما بين مدى صحه النظم البيئيه؟ فهمنا. طيب، هي بصفه عامه الطيور مؤشر لصحه النظام البيئي، بمعنى ان لو النظام البيئي ده سليم، في تنوع البيولوجي بتاعه عالي جدا، يعني الطائر هينزل ياكل ويشرب وما يعياش، ما يمرضش، ما فيش تلوث فيه، فالطيور فعلا هتبقى موجوده فيه. يعني مثلا لو انا عندي بيئه بحيره مثلا، البحيره دي بتجذب انواع من الطيور. واستمرار هذه الظاهره برضو يا دكتور دليل على استمرار صحه هذا النظام البيئي، لانه دي مش اول مره، الكلام ده شفناه في 2019 وشفناه قبل 2019 كمان. صحيح، وفعلا البحيره الملاحه معلنه كمنطقه هامه للطيور من قبل مجلس العالمي لحمايه الطيور بيرد لايف انترناشونال، وهي منطقه هامه للطيور فعلا لانها منطقه جاذبه، وفعلا اترصد فيها تنوع كبير في في في, في التنوع البيولوجي اللي موجود، سواء بقى قشريات، حشرات، نباتات بريه، نباتات مائيه. ففعلا البيئه بتاعت الملاحات دي بيئه جيده جدا للطيور. فعشان كده الطيور بتيجي تتغذى، تلاقي اكلها فيه، تلاقي ان هي بيئه رطبه تقدر تستريح. يعني الطائر بيقعد في البيئه ليه؟ عشان يستريح وياكل او يتكاثر. فدي بيئه مناسبه جدا للملاحات
في بورسعيد، ويمكن كمان في شهر ديسمبر في 22 ديسمبر في مهرجان لمشاهده الطيور وتصويرها في محميه اشتوم الجميل في بورسعيد بالتعاون مع وزاره البيئه وهيئه تنشيط السياحه ومحافظه بورسعيد. طيب. فالمنطقه فعلا منطقه هامه جدا لسياحه مشاهده الطيور كمان، و يعني البيئه الموجوده في بورسعيد الملاحه دي اللي هي معلنه منطقه هامه للطيور هي جيده جدا وصالحه لاستقبال الطيور وعدم التاثير عليها باي مسبب للتاثير عليها سلبيا يعني. طب سؤال اخير يا دكتور، حد هيقول لك هو كده كده ده مسار هجره الطيور وملوش علاقه بالتوازن البيئي ولا بمجهودات الدوله المصريه في يعني تطهير هذه المنطقه، وانه عملته ما عملتوش هو هيمشي في نفس المسار، رد حضرتك؟ لا طبعا، التاثير السلبي بيبان بقى يعني الطيور مثلا لو البيئه مش مناسبه ليها او بيئه ملوثه او بيئه شديده التلوث او ما فيش اي مجهودات بتتعمل هنلاقي ان الطيور دي عددها بتقل، احنا قلنا هو مؤشر على صحه النظم البيئيه، فممكن نلاقي الاعداد تقل او ان الطيور بتموت فيها مثلا، يعني هنلاقي تاثير سلبي واضح، يعني الكاميرا اللي بترصد الافات الطيور اللي واقفه وتعكس الجمال اللي موجود وتعكس ان فعلا في تنوع كبير، ده بيدي مؤشر كبير جدا ل او قياس لان البيئه دي بيئه سليمه منضبطه فيها بتراعي الحدود الدنيا من التوازن البيئي، فلا تراث الطيور ميته، الاعداد بتزيد كل سنه، يمكن السنه دي اعداد الفلامنجو ظهرت اعداد كبيره جدا جدا، والصور كمان موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي يا دكتور، صور الصراحه تشرح القلب. صحيح. من اشتوم يعني صور جميله جدا لهذه المحميه الطبيعيه لطائر الفلامنجو، استمرار يعني وجود هذه الظاهره دليل على صحه هذا النظام البيئي لطائر الفلامينجو. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور اسامه الجبالي مدير مشروع الطيور الحوامه بوزاره البيئه، شكرا جزيلا على وجودك معانا يا دكتور. خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصب على حركة مرة تانية. وزارة الأوقاف أطلقت الأسبوع الدعوي في محافظة القاهرة، وده حصل بمشاركة وفد كبير من علماء الوزارة والأزهر الشريف وأيضا عدد من القراء والمبتهلين وأيضا عدد من الشخصيات العامة، ودي إضافة جديدة، وقطاع المثقفين. هدف الأسبوع الدعوي اللي بيتم في عدد من مساجد القاهرة هو نشر الصورة الصحيحة للإسلام، نشر رسالة الإسلام السامحة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الدين والمعاملة. هدفها تصحيح عدد من المعلومات المغلوطة عند عدد كبير جدا من الشباب حوالين عدد كبير من التفاصيل والقضايا الشائكة. خلينا نتعرف على هذا الأسبوع بصحبتنا النهاردة الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. صباح الخير يا دكتور، منور في الاستوديو. صباح الخير. صباح الخير أستاذ مصطفى. أهلا بك. بتعملوا إيه؟ يعني أسبوع بيجمع شخصيات عامة ومثقفين بجوار عدد من العلماء داخل المساجد، ما تزعلش مني، حاجة بتحصل على طول، إيه الجديد؟ ماذا قدمت من جديد يا دكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إيه الدخلة الجامدة؟ أنت أصلك قايل لي من الأول قبل ما نخش الهوا، فحبيت يعني إيه أخش في الحتة. لا كل حاجة منك كويسة. شوف حضرتك، الجديد انك بتأدي رسالة. الجديد انك بتناقش مع الناس امورهم الحياتية والمجتمعية. عظيم. الجديد انك بتكلمه بلغة خطاب جديدة. ولا الجديد ان يبقى فيه شخصيات عامة؟ ممكن ده من ضمن بقى الكلام اللي قلناه. أيه. والجديد انك مش بتكلمه بس بفضيلة الشيخ فلان وفضيلة الشيخ فلان، انت بتكلمه بجميع المستويات الفكرية الموجودة في المجتمع. لان انا عايز اوصل لكل الناس المؤثرين يعني في مجتمعنا بشكل ما. صحيح، في كل مجال من المجالات. انا عايز ايه؟ انا عايز ابني نسق فكري مستنير رشيد وسطي، عايز ازيل كل التراكمات الفكرية اللي حصلت قبل كده في سنين سابقة، عايز ابني مجتمع يليق بالدولة المصرية، يليق بالدولة بالجمهورية الجديدة، يليق بالدين الإسلامي وعظمته وسطيته وسماحته. ده مش هيحصل من خلال مؤسسة واحدة. صحيح. مش هيحصل بوزارة الأوقاف بس، ومش هيحصل بأئمة الأوقاف وواعظات الأوقاف بس، ده أمر يعني مهمة ورسالة لابد أن يتكتف فيها الجميع. خليني أقول لحضرتك، يمكن يعني
احنا يعني دخول حضرتك بالطريقه دي هو اللي خلانا نستحضر هذه المعاني. في حاجه جميله جدا بتحصل بين المؤسسات دلوقتي ما كانتش موجوده في عهود سابقه. ما عادش فيه قصه الجزر المنعزله. بقى فيه تكاتف. بقى فيه تشبيك بين المؤسسات. لو اقول لحضرتك دلوقتي واسرد لحضرتك كم التعاون اللي بيننا وبين مؤسسات تانية زي وزاره التربيه والتعليم، زي وزاره الثقافه، زي وزاره الشباب والرياضه، زي المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه اللي هو يعني احد افرع وزاره الاوقاف، زي كتير جدا من المؤسسات، الهيئه الوطنيه للاعلام. هقول لحضرتك قد ايه الكل حريص على انه يسعى لبناء وعي رشيد، يسعى على انه يزيل التراكمات اللي كانت من وعي مزيف او غياب وعي، لان احنا كنا بنعاني ان بعض الناس فاهم ان هو فاهم صح والحقيقه هو مش فاهم، والفهم اللي عنده مغلوط والمعلومات اللي تلقاها مغلوطه، سواء عن 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 علاقته بدينه، سواء عن علاقه وطنه بدينه، سواء عن علاقته بالاخر ايا كان الاخر، سواء ابناء ديني او ابناء دين اخر. كان في عندنا كم من المغالطات كبير جدا، وده خلى انت عندك مسؤوليه كبيره، خلى عندك مهمه عظيمه جدا، لانك لو بتبني على اساس يعني ليس فيه تراكمات سابقه يبقى اسهل قوي. تصليح الغلط اصعب من طبعاً. انه ما يبقاش في غلط من البدايه، ودي حاجه عارفينها يا دكتور ايمن. من اهم الفئات المستهدفه بالنسبه لنا الشباب. نعم. ودي اكتر فئه بيتلعب بدماغها. طبعا. ادواتكم ايه للتعامل مع الفئه دي؟ ويمكن كمان المشكله بتكون في طرح الموضوعات، معظمها موضوعات شائكه، هو يتكسف يطرحها وهي تتكسف تسال فيها. واعتقد انه شيوخنا ما بيبقوش، او اعتقد ان دلوقتي لا، شيوخنا بقوا قريبين بدرجه كبيره من المجتمع ومن الشباب، وعلى درايه كافيه بالمشاكل اللي ما كانوش متخيلين انها موجوده. تقريب وجهات النظر ورصدكم لمشاكل الشباب ووعيكم التام بيها، الى اي مدى شايف انه ده يساعد في حل المشاكل؟ الحقيقه احنا بنحاول نوصل لكل فئات المجتمع، كل بما يتناسب مع ثقافته، مع فكره، بما يتناسب مع المكان اللي انا اقدر اوصل له فيه. يعني مثلا الشباب، احنا كنا لسه بنقول دلوقتي في تعاون بيننا وبين وزاره الشباب. من خلال مراكز الشباب تم يعني تنفيذ عديد من الندوات بتكلم فيهم مع الشباب مباشره، ومش بتكلم معاه بقى، بتكلم معاه بشباب وزاره الاوقاف، بفكري وسطي مستنير، بناس تدربت تدريب. انا كنت بتكلم مع سيادتك عن اكاديميه الاوقاف الدوليه وازاي هي داخله على مرحله عالميه في المرحله اللي جايه، وان شاء الله لو في وقت يعني نلقي الضوء عليها. بشباب تدرب تدريب جيد جدا على مستوى عالي جدا في اكاديميه الاوقاف، وعايزات تم تدريبها على اعلى مستوى. مش بس دايما بنقول الكلام ده وبنكرره، مش بس على الامور الشرعيه والضوابط الفقهيه والقواعد الكليه، لا لا لا، على امور حياتيه مجتمعيه. ياخد دورات في علم النفس، وياخد دورات في علم الاجتماع، ويبقى عنده. احنا النهارده احنا بنتكلم وعندنا دلوقتي دوره في الاستراتيجيه والامن القومي بتنفذ في اكاديميه الاوقاف الدوليه لتدريب الائمه والواعظات بالتعاون مع اكاديميه نصر العسكريه العليا، ودي الدوره السادسه، مش اول دوره. النهارده عندنا 80 امام وواعظه بيسمع لاول مره، يعني دول اول مره يخضعوا لهذه الدوره، بيسمع لاول مره عن هذا الفهم الواسع اللي بيحيط به من حواليه، علشان يبقى عنده استناره كامله. كنا بنقول لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه وما كانش خرج منها، وقال للصحابه ان في الحبشه ملك لا يظلم عنده احد. منين جاب ده؟ رؤيته الكامله صلى الله عليه وسلم للواقع المحيط به. لازم علشان اكون امام مستنير، علشان اكون قائد للفكر المجتمعي، اعرف اصحح الفكر اللي هو يعني شوه، ويعني الصق بالدين ما ليس به، اكون على وعي كامل بكده. الاسبوع الثقافي اللي حضرتك بتقوله كمان بيشارك فيه شباب الوزاره. انا شخصيا يعني واحد من الناس، كنت بتكليف من كريم من معالي وزير الاوقاف، كنت في الاسبوع الثقافي اللي فات، حتى يعني موجوده على النت، وانا بكلم شاب من الشباب اللي موجودين، بساله انت في سنه كام؟ قال لي انا في اولى اعدادي، والمسجد مليان عن اخره، ما فيش واحد بيقوم. انت بتبدا بايات قرانيه، بيتكلم اثنين من الشيوخ الافاضل، او حد من اساتذه الجامعه مع حد من الشيوخ، او حد من المثقفين المعنيين ببناء الفكر والوعي تمام. في المجتمع، وبعد كده بيبقى في فاصل من الابتهالات، حاجه كده متنوعه بتخلي الناس متعلقه بالمسجد، وبيسمع بقى دينه صح، بيسمع القضايا اللي هو عايز يعالجها صح. حضرتك اشرت لجزئيه مهمه جدا،
القضايا الشائكه اللي الشباب ممكن يكون محرج انه يتكلم فيها، والقضايا الشائكه اللي ممكن السيدات او القضايا اللي ممكن يعني يبقى فيها شيء من الحياء انها تطرحها على الامام، برضه الوزاره لم تغفل هذا الامر. عملنا مجالس الافتاء، مجالس الافتاء للائمه وكبار العلماء من جامعه الازهر، ومجالس الافتاء للواعظات، علشان اختي وبنتي وزوجتي عايزه تروح تسال يبقى عندها واعظه يعني على قدر من الكفاءه والعلم والقدره على الاجابه على الاسئله، تسمع منها وتاخدها في جنب كده لو عايزه تتكلم معاها بعد المجلس تقول لها على اللي هي عايزه تقوله. صحيح. بدون ما تستحي من انها بتكون بتكلم شيخ يعني من الرجال او كده، ونفس القصه بالنسبه للشباب. طيب فضيله الشيخ، خليني برضو ابقى معاك اكثر صراحه. الجماعات المتطرفه لما كانت بتستغل الريف كانت بتعمل نوع من انواع الانشطه الترفيهيه اللي تجذب بيها قطاعات، كانوا بيعملوا كشافه، واكيد انت عارف يعني الكلام ده انت في الازهر واكيد شفته، بيعملوا كشافه، بيعملوا رحلات، بيعملوا معسكرات، بيعملوا حلقات ذكر، بيعملوا كتب متلونه فيها افكار متطرفه، وعشان يلون الافكار المتطرفه بيلون الكتاب. احنا عملنا قدامهم ايه؟ خليني اخش معاك بقى في مواجهه صريحه، انا كوزاره اوقاف علشان اضمن ان هذه الافكار المتطرفه لا تخرج من الريف المصري مره اخرى، اواجههم ازاي؟ هل انت راضي عن هذا الشكل اللي هو ان احنا قاعدين في جامع، ولا مفروض نخرج، ولا خيال حضرتك عامل؟ سامحني على صراحتي. لا ده صراحتك كويسه، وان حضرتك تكلمني كده علشان اظهر لك ما عندي ده شيء يسعدني، وانا انا في النهايه مصلحتي وطنيه. طبعا احنا طبعا طبعا انا خايف على شبابنا وعلى اتفضل. طبعا احنا مش لسه هنخرج، احنا خرجنا. تمام. واللي حضرتك بتقول هو في خيالي او في خيال اي حد موجود خايف على اولادنا، هو اصبح واقع بينفذ على الارض. احنا كان عندنا في المساجد البرنامج الصيفي للطفل، كان بينفذ في تقريبا ما يقرب من 6000 مسجد. كنا بنعلم الاولاد ايه؟ القران طبعا، بس مش القران بس، مش بحفظه واسيبه، لا بحفظه ويفهم. ما هو انا عانيت كتير من الناس اللي حافظه ومش فاهمه، وكنت بجيب له مسرح العرايس في المسجد، وكنت باخده اطلع بيه رحلات. أيوة. واعمل له معسكرات زي ما حضرتك بتقول. الامور الورقيه اللي هو عايز يشوفها، المجلات الورقيه عندي، مجله منبر الاسلام كان قبل كده مسماها مجله الطفل المسلم، لكن برؤيه ثاقبه وواعيه من معالي الوزير كان قراره بتغييرها للمسمى مجله الطفل المصري، لان انا بخاطب فيها كل ابناء المجتمع بمنهج تربوي، علموا القيم، علموا احترام الاخر، علموا التعايش مع الناس جميعا. كمان عندي صفحات على الفيسبوك للاطفال، مخصصه للاطفال، بيبقى عليها فيديوهات كده بسيطه وقصيره، دقيقه دقيقتين، بكلمه عن التساؤلات اللي ممكن تدور في ذهنه ويسال عنها والده ووالدته ويبقى مش عارف يرد عليها. من الله؟ ازاي اتوضى؟ ازاي اصلي؟ ليه بصلي؟ اعلمه الامانه. الاطفال في السن ده بيكون عندهم تساؤلات كتير جدا جدا، ومش شرط ولي الامر يكون بيعرف يرد الرد. صحيح. اللي يرضي يعني الطفل. صحيح. لا احنا دي لم نغفلها، وموجود الحاجات دي موجوده كده على الصفحات، يعني انا مش بقول حاجه هي لسه هتنفذ، لا ده موجوده. عايز اقول لحضرتك من فرحه الاباء والامهات بالبرنامج الصيفي للطفل، طبعا كان القرار من معالي الوزير ان هو يبقى في فتره الصيف برنامج صيفي علشان خاطر بعد كده الاولاد هتدخل المدارس، فوقفنا البرنامج اول بدايه المدارس. جالنا مطالبات كتيره جدا بعوده البرنامج الصيفي، اولادنا اتعلقوا بالمشايخ، اتعلقوا بالواعظات، اتعلقوا بالمسجد، وشفنا تغير في سلوكهم ومبسوطين باللي انتوا بتعملوه، ليه توقفوا؟ بالعكس ده مش هيأثر على دراستهم. فكان القرار بان احنا ناخد يوم الخميس خلال الدراسه نسميه البرنامج التثقيفي، بقى خلاص الصيف انتهى فهنسميه البرنامج التثقيفي. بعد شويه قال لك لا يوم واحد مش كفايه. في محافظات بعينها فيها اقبال وفيها يعني حاله النقاش دي دايره ما بين وزاره الاوقاف وما بين الازهر الشريف وما بين الاهالي. طبعا حضرتك خليني اقول اكمل الجزئيه دي. بعد الخميس استجابه لمطالبات الناس كان يوم الاحد، كمان بقى عندنا يومين في الاسبوع. اما ان في تواصل، طبعا في تواصل، ده احنا عاملين. لا انا قصدي فيما يخص النقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها يا دكتور ايمن، انه لا عايزين البرنامج الصيفي يستمر، فعملنا الخميس وبعدين عملنا الحد. ما في محافظات بعينها هم اللي طلبوا دول. كل المحافظات حضرتك ده يعني ده كانت ظاهره اسعدتنا. عارفه حضرتك انت صاحب الرساله بيشتغل ولا الحقيقه يعني استنى ثمار برضو يعني. ايوه، ولا يعني النتيجه انت تسعى، عليك ان تسعى وليس عليك ادراك النجاح. لكن صحيح. لكن لما بتشوف لما طبع. بتشوف الثمره وتعمل اليات وقياس للنتائج اللي انت عملتها وتلاقي نفسك
ما يعني مطلوب منك انك تكمل بتسعد، وده بيديك حافز وبيديك طاقه ايجابيه انك تكمل. الازهر عندنا فيه مشاركات كتيره مع الازهر الشريف ومع مؤسسه دار الافتاء، وزي ما بقول لحضرتك الان كل المؤسسات تعمل على قلب رجل واحد، لان دي فكره يعني او استراتيجيه ماشيه بيها الدوله في هذه المرحله الزمنيه. ده فكر يعني اصبح الكل عايشه، ما بقاش حد بيشتغل لوحده. امبارح يعني في القريب العاجل ده كنا في لجنه الدفاع والامن القومي في مجلس الشيوخ، حتى المجالس النيابيه بتساعدك، مش واقفه بتهدم فيك. ما بيهدمش دلوقتي غير اللي هو صاحب مصلحه، ما بيهدمش دلوقتي غير اللي هو موجه. وعايز اقول لحضرتك ده مش شيء سهل انك بتبني ووراك واحد بيهدم، زي ما كان بيقول الشاعر ولو ان الف بان خلفه هادم لكفى، فكيف ببان خلفه الف هادم. لكن احنا مستمرين ومصرين ان احنا نوصل بالناس للفكر الوسطي اللي نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه ونقول له يا رب احنا ادينا اللي علينا، احنا جددنا الدين زي ما سيدنا النبي قال، زي ما قال يبعث الله لهذه الامه على راس كل 100 عام من يجدد لها دينها، وما قالش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي هيكون بيجدد، ما قالش هل هو فرد ولا هل هي مؤسسه ولا هل هي دوله. الامر متاح للجميع ان يشارك في عمليه تجديد الخطاب الديني، بمعنى الرد بالدين لمنابعه الاصليه للمنهج الرشيد والصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في النهايه قصه الشخصيات العامه في ايجاز، هل اثرت بالفعل؟ وعدد من المثقفين الشخصيات العامه متواجدين في المسجد، الشاب ما بيشوفش عمامه او بيشوف شيوخ ازهريين بيكلموه في البتاع، لا بيشوف ناس قريبه منه بشكل اكبر. جميل، هو شايف العمامه وشايف الشيوخ الازهريه وفرحان بيهم وقريب منهم جدا. أيوه. وشايف المثقفين. أيوه. وسعيد بيهم، واحنا كمان سعداء بيهم، احنا بنتكامل. أيوه. الاسبوع الثقافي اللي انا كنت مشارك فيه كان تاني يوم بعد مني على طول مشارك الدكتور حسام موافي. أيوه. صديقنا العزيز والراجل يعني له كل الشكر والتقدير طبعًا. في تعاونه مع وزاره الاوقاف. عايز اقول لحضرتك كم الترحيب بيه والمسجد، وازاي الناس كانت منتظره وفرحانه، والناس تقول لنا ايه احنا عايزين الاسبوع اللي جاي يبقى في المسجد الفلاني، يبقى في المسجد الفلاني. وعلى فكره زي ما قلت لحضرتك يعني في البدايه، الاسبوع التثقيفي ده والاسبوع الثقافي مش بس يعني في القاهره، في 27 مديريه، لكن فيه اهتمام شويه بالقاهره. صح. احنا كنا بنتكلم عن العداله الثقافيه، ودي حاجه مهمه جدا. لو مصطفى سالني انتوا عملتوها في كم محافظه، قلت له في 27 محافظه بنسب مختلفه. صحيح صحيح. نشكر حضرتك شكراً لحضرتك. جزيلا دكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا. كده خلصت حلقتنا النهاردة، كنت معكم أنا مصطفى كفافي وبصحبتي هدير أبو زيد، وكان معنا زميلتنا لمياء حمدين. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.